شكرا لك، لا بكره. اليوم اخواني واخواتي الزملاء الكرام رايحين نتحدث عن عمليات زراعيه في بساتين الزيتون. طبعا في عده عمليات رايحين نبلش فيها وكانه احنا بدنا نعود لاشتال الزيتون. طبعا زي ما بتعرفوا انتم بشكل عام الزيتون اسمه العلمي اللي هو اوليا يوروبيا، وبدفع للعائله الاولياسيه. اللي هي الاولياسيه اللي هي العائله الزيتونيه في عنا اللي هو الياسمين. عده امور لازم تاخذها بعين الاعتبار. من هاي اهم هاي الامور، اول شيء الارتفاع عن سطح البحر. طبعا ليش احنا بيلزمنا دائما الارتفاع عن سطح البحر؟ مهم كثير، لانه الزيتون يعتبر نبات وكانه استوائي، هو مش استوائي، النباتات الاستوائيه. السبب في ذلك انه عدم تحمل الغلاف الصقيع، دائما الارتفاعات الاكثر من 1000 متر بحدث فيها تساقط للثلوج كميات كبيره، بصير عندنا كمان بأثر ايش على عمليه في هذا الزيتون. اذا ما بتعرفوا بتوقع انتم اخذتوه كثير خلال فتره الدراسه، الزيتون بتحمل لغايه نقص 10 نقص 700 او تحت الصفر، ولكن هذه الدرجه لازم تكون جزئيه، يعني انه ما تقعد اكثر من يومين 3 ايام خلال هاي الفتره. اكثر من هيك ممكن تؤدي لنا الى عمليه موت للاشجار. في كمان ايضا مهم، الشغله المهمه اللي هي عمليه زراعته في المناطق المستويه. دائما دائما يعني اذا بدك تزرع بستان زيتون دائما دور على الارض المستويه. ليش الارض؟ مهندس إبراهيم، مهندس إبراهيم سامعني؟ عمليات الخدمة الزراعية بتكون أفضل من ناحية. ألو، أيوة بعتذر عن المقاطعة بس سامعك، الصوت كثير تفضلي. بيقطع، فإذا سمحت مهندس تسكر على الفيديو، يعني ممكن يحسن من جودة الإنترنت. يعني اسكر اي فيديو؟ عفوا بس ايوه تمام هيك يعني عشان ما يتقطع. هيك ممتاز. ممتاز خلاص، لانه انا شايف جهتين. اوكي انا بعتذر، لانه والله الامور شوي تخربطت، فان شاء الله بنرجع بالمود زي ما كنا ان شاء الله. ان شاء الله، تفضل مهندس. ان شاء الله. حسب ناحيه الارض المستوي دائما تفضل لزراعه الاشجار الزيتون، وبالذات حكيت لكم كمون بسيطة، أن يكون الميل فيها لا زراثة، يصير عملية نقل للمنتجات الزراعية كمحاصيلك من الثمار، بتكون عملية أنه تكون عندك سهولة في عملية نقلها للمعاصر. لكن أنه في الأراضي المنحدرة ممكن نلجأ لشغلة بسموها السلاسل الحجرية. السلاسل الحجرية أو السناسل بالمصطلح الفلاحي، اللي هي عملية إقامة سلاسل حجرية بحيث انت هيك تمسكها وتسويها بشكل مبسط على الفيلات معينه، اللي هو كمان بسموها ايضا مرات زراعه الكونتور. بخصوص الامطار، احنا معدل نجاح زراعه الزيتون في المملكه تتراوح ضمن معدلات امطار من 400 الى 600 ملم. طبعا هاي للاصناف الاردنيه، اصنافنا المحليه، لكن في بالنسبه للاصناف الاجنبيه ممكن تحتاج لهذه الارقام، ورايحين نجي عليها بالتفصيل لقدام، بحيث انه انت اذا بدك تزرع اشجار زيتون ضمن اصناف معينه راح تحتاج لكميات اكبر. طبعا كمان بيرتبط بهذا الـ يعني موضوع سقوط الامطار، هي توزيع الامطار. يعني مثلا زي السنه كان في عندنا توزيع مطري كان شويه ضعيف، كمان ايضا كان الاداء المطري لهي السنه كان ايضا ضعيف خصوصا في مناطق الجنوب، وبالتالي انعكس على عمليه الحمل الإثماري. فبتلاقوا السنة في مناطق الجنوب كان الإثمار شوية تعبان، بينما في الشمال كان السنة الإنتاج الثمري نوعا ما جيد جدا. يعني يعتبر الموسم المطري لهذه السنة كان جيد في منطقة الشمال، وكان أيضا توزيعه ممتاز وكويس، بينما بالجنوب زي ما حكيت لكم كانت الأمور لا والله مش بزيادة.
الرياح كمان احنا دائما بنفضل الاماكن اللي بتكون متدارية عن الرياح او بعيده عن مناطق هبوب الرياح الشديده. والسبب في ذلك انه وقت التزهير اذا هبت عندك رياح نوعا ما ازهار الزيتون بتكون ضعيفه، فبالتالي عند سقوط عند هبوب الرياح ممكن يصير عمليه تساقط لهي الازهار. طبعا ممكن انه نتحايل على هذا الموضوع بخصوص الرياح الشديده عن طريق زراعه مصدات الرياح. حتى تزرع مصدات الرياح ايضا في عندك عوامل اخرى اللي هي ممكن انه طريقه الزراعه لازم تكون بعيده عن اول صف من خطوط اشجار الزيتون معدل 80 متر. طبعا في عندك عده خيارات من مصدات الرياح، ممكن انت تزرع مثلا السرو العمودي، ممكن تزرع الكازورينا، طبعا هاي اشجار حرجيه. ايضا ممكن خيار اخر احنا مرات ننصح فيه اللي هو صنف اسمه الكي 18 او البارنيا. السبب في ذلك انه مو رأسي، ورايحين يجي على هذا الصنف ايضا خلال السلايدات القادمه بحيث نشرح عن حنه وعن استخداماته. يعني ممكن هذا النمو رأسي فممكن يعطيك نمو عمودي، فبالتالي ممكن انت تستفيد منه بديل لمصدات الرياح الحرجيه. ايضا بخصوص درجه الحراره، تناسب درجه الحراره لاشجار الزيتون ولنمو الطبيعي لثمار الزيتون هو المناخ البحر الابيض المتوسط، واللي بتكون فيه تقريبا الحراره خلال فتره الشتاء بحدود ال 15-10 مئوي تقريبا بهذا المعدل. فتره الصيف لا تتجاوز ال 40-45 درجه مئويه، وبالمعدل بتكون بحدود من 30-35 درجه مئويه. طبعا هذا لا يمنع انه حاليا في صار عندنا انتاج لزيت الزيتون في مناطق اخرى وزراعه لاشجار الزيتون في عده مناطق. يعني حاليا دخل على الخط عندنا أمريكا اللاتينية، حالياً يزرع الزيتون في الأرجنتين، يزرع في البيرو، يزرع في الأراغواي، يزرع أيضاً في الباراغواي، وفي محاولات أيضاً لزراعته من قبل الصين. طبعاً أنتم بدوا تستغربوا إذا زرعناه مثلاً في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، إذا إحنا مثلاً بصير عندنا عملية القطاف تبدأ بعد 15-10 من كل سنة، القطاف في منطقة الأرجنتين بيبدأ مع شهر 3. فبالتالي انت عندك في هاي كمان لازم نحطها دائما باعتبارنا انه في زيت زيتون بكر ممتاز على مدار السنه من غير مواطنه الاصليه اللي هي مثلا مناطق البحر الابيض المتوسط، اسبانيا، الاردن، المغرب، تونس، الجزائر، اليونان، ايطاليا، هاي المناطق الاصليه اللي وسوريا كمان ولبنان، هاي المناطق الاصليه اللي كانت لزراعه اشجار الزيتون. لكن زي ما حكيت لكم حاليا انتشرت زراعته في عدة أماكن، أستراليا أيضا، أمريكا حاليا فيها أيضا أشجار زيتون. الصوت تمام؟ عفوا. بس بدي أسأل الصوت تمام واضح كله؟ الحمد لله إن شاء الله تمام. واضح مهندس. تفضلي. من ناحية التربة أشجار الزيتون تنجح في عدة مواقع وعدة أماكن وعدة أنواع من التربة المختلفة فيها، يعني ميزات سبحان الله، ميزات شجرة الزيتون تنجح في عدة أو في طيف واسع من أشجار أو من أنواع التراب. من هاي التراب اللي هي التراب المتحملة اللي بتكون تراب فقيرة بالعناصر الغذائية، أيضا التراب الخصبة أيضا وجود فيها الزيتون بشكل عام، الأراضي الطينية الحمراء المتماسكة العميقة ما بننصح بزراعتها بسبب أنه عملية تعمق الجذور بتكون صعبة جدا، بسموها احنا تربة كومباكت، تربة صلبة، فبالتالي عملية دخول أو البنتريشن أو دخول الجذور بتكون شوية صعب. احنا بنفضل دائما تكون التراب لزراعة أشجار الزيتون هي التراب المفككة المزيجية اللي بتكون فيها رمل، فيها طين، فيها مواد عضوية. طبعا هذا بخصوص ظروف الزراعه البعليه. بخصوص ظروف الزراعه بالري او بالري بالتنقيط، ممكن ايضا تنجح عندك مثلا في عده مناطق زي الازرق، ولكن طبعا بوجود الري التكميلي من خلال فتره الشتاء بكميات محدوده، وبتزيد هذه الكميات خلال فتره الصيف. طبعا زي ما حكيت لكم الموقع مهم كثير، انت حتى لما بدك تزرع اشجار الزيتون او بدك تختار بستان زيتون لازم يكون دائرتك ناتج السمن في بعد مسافة ما بين بستان الزيتون تسيي الثمار، وبصير عندك عمليات تأكسد، وخاصة إذا كانت هاي الثمار محملة بشوالات
أو موجودة بشوالات ومعرضة للشمس خلال تحميلها من البستان إلى المعصرة. طبعاً أهم شيء في حالياً ظهر مرض جديد أو هو موجود ولكن حالياً زادت نسبة تواجده اللي هو مرض الذبول الفيرتسيليوم. أنت قبل لا تزرع أو قبل لا تبدأ بإنشاء بستان الزيتون تبعك لازم تتأكد من الأرض اللي هي رايح تزرع فيها أشجار الزيتون، هل هي أنه كانت مزروعة بمحاصيل العائلة الباذنجانية زي البندورة، الباذنجان، الفلفل، لأنه السبب في ذلك في مرض مشترك اللي هو مرض الذبول الفيرتسيليوم. طبعاً هذا من الصعب مكافحته إذا دخل على الأرض أو كان مستوطن في الأرض. في عدة طرق للتحايل عليه والتعايش معه ولكن عملية مكافحته صعب، وتنتهي أشجار الزيتون المصابة بهذا المرض تنتهي إلى الموت. فالأفضل دائماً أنك تشوف أنه هاي الأرض اللي أنت أخذتها أنه حتى تنشئ فيها بستان الزيتون، هل هي كانت مزروعة بمحاصيل عائلة الباذنجانية أو الباذنجانية ولا لا؟ طبعاً في هاي الحالة ممكن أنت تلجأ لتعقيم الأرض أو أنك تستخدم أصناف مقاومة لهذا المرض. طبعاً في شغلة مهمة كثير أنه قبل زراعة غراس الزيتون ننصحك أنه بالتالي اللي هو عملية تركيب الشيك. السبب في ذلك أنه تركيب الشيك أو الأسلاك هاي أو المانع للأغنام أو للسرقات، السبب في ذلك شغلات كثير، منها أنه إذا فات عندك الأغنام على الحقل اللي أو على أشجار الزيتون المزروع حديثا، في يبدو أنه في مواد كيميائية في لعاب الأغنام بتؤدي إلى تثبيط النمو. يعني إحنا لاحظنا من خلال جولاتنا الميدانية أنه الأشجار اللي تم أكلها بالأغنام تقريبا صار فيها عملية تأخير بالنمو من معدل من 3 إلى 5 سنوات. أيضا في عنا شغلة مهمة اللي هي تحضير الأرض. تحضير الأرض بلزمك أنه عملية اللي حكينا عنه قبل شوي ما بدي أخوض أرد فيه، اللي هي عملية تسوية سطح الأرض، إزالة الحجارة الكبيرة، إقامة المصاطب، تعديل الليفلينج بحيث أنه ما يتجاوز الانحدار من أول الأرض لآخرها بحدود 30%. كمان إذا في عندك موضوع حكينا عنه تعقيم التربة إذا كان عندك موجود مرض الفيرتسيليوم. أيضا دائما ننصح بعملية تحليل التربة حتى تعرف أنت مستوى العناصر الغذائية الموجودة عندك، العناصر الكبرى زي الـ NPKA أو العناصر الأخرى ومدى وجودها وفعاليتها بالتربة، وهل إنها متوفرة وبصورة available أو متوفرة للنبات أو لغراس الزيتون أو لا، حتى إذا كان في عندك نقص بعنصر معين أنك تضيفه هذا قبل عملية الزراعة. أيضا ننصح بعملية الحراث العميقة للتربة قبل الزراعة باتجاهين متعامدين، طبعا بدون قلب التربة بحيث أنه نحافظ على التربة السطحية دائما بالأعلى والتربة اللي هي تحت السطحية دائما بالأسفل، حتى ما يصير عندنا عملية إخلال بتوزيع التربة وتوزيع العناصر الغذائية فيها. وطبعا زي ما حكيت لكم اللي هي إزاحة أو إزالة الحجارة من الأماكن ووضعها، ممكن استخدامها إنه وضع سلاسل حجرية. هاي طبعا صورة هون كيف عملية أخذ العناصر، يعني لو أخذ التربة لعملية فحص العناصر الغذائية الموجودة في التربة. طبعا حكينا عن إنشاء مصدات الرياح. طبعا مصدات الرياح اللي قلت لكم عنها إنه لازم تكون طبعا بعيد عن أول خط شجر زيتون معدل 8 متر. يفضل دائما إنشاء مصدات الرياح قبل إنشاء بستان الزيتون بحيث أنت يصير عندك نمو أكبر من غراس الزيتون بحيث أنه أنت تستطيع حماية أشجار الزيتون للفترة القادمة. يعني أيضا في عندنا هون كمان الأبعاد، دائما هاي شغلة مهمة كثير اللي هي الأبعاد، يعني الأبعاد اللي هي ما بين الشجرة والأخرى بنفس الخط أو المسافات بين الخطوط. طبعا المسافات بين الخطوط هاي بتهمنا بحيث إدخال أدوات الحراثة، إدخال مثلا التريلات اللي هي بحيث أنه عملية نقل المحصول. أيضا بتهمنا خلال ما بين الأشجار اللي هو لازم نعرف أنه كم مساحة الشجرة بعد ما تصل للحجم الإثماري. ففي حسب الأشجار بتكون متضخمة، أشجار صغيرة رايحين نجي لها كمان نحكي عنها حسب الأصناف. فالأشجار المتضخمة لازم تزيد فيها المسافات، يعني أحيانا المسافات بتوصل لعشرة في عشرة، يعني ما بين الشجرة والأخرى بحدود 10 متر، وما بين الخط والآخر ممكن نعطيه كمان 10 متر في ظروف الزراعة البعالية. طبعا ممكن إذا كانت الأرض خصبة وفيها كمية أمطار يعني جيدة ضمن ظروف الزراعة البعلية ممكن نعطيها 6 متر في 6 متر.
لكن أغلب الإشي اللي حاليا شائع عندنا في الأردن هي عملية المسافات، عفوا هي عملية المسافات اللي بتكون بحدود 7×7 متر. بتوقف عدد الأشجار دائما حسب ما حكيت لكم على وحدة المساحة، أبعاد الزراعة، أيضا الصنف، هذا الشيء مهم كثير. يعني حاليا في عندنا الزراعات المكثفة، ممكن أنه نعطيها، ممكن نعطيها بالدنم الواحد ممكن يصير عندنا بحدود 200 شجرة، بينما إحنا في زراعاتنا التقليدية ممكن الدنم ياخذ له من 16 ل 25 شجرة حسب المسافات. كل ما زادت المسافة كل ما قل عدد الأشجار في وحدة المساحة. طبعا هذا مهم أكثر كمان بخصوص في شغلة اللي هي عملية الاحتفاظ بالرطوبة. هسا إذا كانت عندك نسبة الرطوبة قليلة فبتزيد المسافات ما بين الأشجار. إذا كانت عندك في عندك رطوبة، في عندك معدل سقوط مطري عالي، بتقلل المسافات. وحكيت لكم أيضا من ناحية طريقة التربية، هل شو الصنف، شو طبيعة نموه، طبيعة نمو الصنف كمان. هسا من ناحية تحضير الجور بشكل عام، الجورة بنحاول قدر الإمكان تكون بهاي الأبعاد 50×50، اللي هي يعني عملية العمق 50 سنتي، أيضا العرض بحدود إيش 50 سنتي. طبعا في عنا شغلة مهمة إنه التربة السطحية اللي حكيت لكم عنها دائما تكون محتفظة بالعناصر الغذائية، دائما نخليها على جنب، والتربة العميقة بنخليها على جنب، لأنه هاي بتلزمنا بعملية إرجاع التربة. كيف يكون عملية إرجاع التربة في نفس الجورة بعد زراعة شتلة الزيتون؟ من ناحية الاختيار الأشتال الزيتون، دائما بهمنا أنه تكون أشتال الزيتون المشترى من مصادر موثوقة، إما مشاتل القطاع الخاص المرخصة والموثوقة ومعروفة يعني سمعتها طيبة خلينا نحكي، أو مشاتل وزارة الزراعة. طبعا مشاتل وزارة الزراعة تنتج كميات كبيرة من أشتال الزيتون سنويا، متوفرة هاي الأشتال في محطة الحسين الزراعية في البقعة، موجودة في مشتل فيصل على طريق جرش عند المحطة الأمنية اللي حاب يعني يشتري. طبعا أسعارهم تعتبر أسعار زهيدة، لكن إنه إيش حجم الشتلة، حجم الشتلة بيكون ضعيف أو صغير نوعا ما، يعني لا تتجاوز النصف متر، ولكن هذا لا يؤثر على نمو الشجرة مستقبلا. أيضا بهمنا شغلة كمان إنه ما تكون مصابة بأي آفات أو أمراض، سواء حكيت لكم عنها مثلا المرات هذا مرض الفيرتيسيليوم ينتقل عن طريق التراب المستخدم في المشاتل، أو في مرض عندنا آخر اللي هو مرض سل الزيتون، هذا أيضا كمان الأمراض اللي صعب علاجها إذا كانت موجودة في المشاتل وانتقلت إلى مزرعتك لا قدر الله. أيضا في عندنا كمان اللي هو موعد الزراعة. موعد الزراعة دائما بفضل لزراعة غراس الزيتون يكون مع بداية فصل الشتاء. طبعا بداية فصل الشتاء ممكن تزرع مع أول شتوتين موفرات، يعني أنه إذا كان عندك معدل سقوط مطري صار عندك مثلا خلال شهر 11 أو 12 ممكن تبدأ بعملية الزراعة، وفي المناطق اللي ممكن يصير فيها ثلوج أو ممكن يصير فيها خطر الصقيع، لأنه بتعرفوا هاي النباتات رهيفة بعدها صغيرة ما تعودت وما تأقلمت، فممكن تتأخر الزراعة لغاية شهر 2، ممكن تزرع مع شهر 2 بكون خطر الصقيع خف نوعا ما على الأشجار. طبعا قبل الزراعة ممكن أنت هاي غراس الزيتون ممكن أنت عم تسوي لها عملية تقليم بحيث أنك تزيل الأفرع الجافة والذابلة والمتشابكة. ممكن أنه كمان أنه ظروف الزراعة إذا كانت في رطوبة عندك مناسبة في التربة مباشرة ازرعها ولا تهاب. أيضا في ممكن إضافة الأسمدة التالية ولكنها بكميات بسيطة، ولكن لمساعدة الشتلة حتى أنها تبدأ في عملية أنه مد جذورها في التربة. ممكن تعطيها 200 غرام سوبر فوسفات، ممكن تعطيها 200 غرام سلفات البوتاس، وممكن أيضا تعطيها 5 كيلو غرام سماد بلدي متخمر، ولازم يكون دائما متخمر عندك بحيث أنك ما تعاني مستقبلا من الأمراض أو وجود الأعشاب في المزرعة اللي مراد إنشائها. طبعا إذا كان عندك معدل سقوط المطري كان أقل من 400 مليمتر ممكن نخفض هاي الكميات للنصف. وطبعا أيضا ممكن استخدام المركبات السمادية المركبة زي سماد الميكافوز بكميات بسيطة معدل 200 غرام ممكن نضيفه مع التربة. أيضا ممكن كمان يعني هون في شغلات كمان إنه هي عملية إنه وضع الغرس، بديش أنا أطول كثير،
اللي هي عملية ربص التراب بواسطة الأقدام لإخراج الفراغات الهوائية، لأنه هاي ممكن تأثر على الجذور. طبعاً نربط الغرسة بعكس اتجاه الرياح بحيث ما يصير عندنا ميل مع اتجاه الرياح. طبعاً إذا كان عندنا في الأشتال، كانت وسيلة الإكثار هي الأشتال البذرية، فبهمنا كثير أن يكون منسوب الطعم دائماً أعلى من منسوب التربة حتى لا يتعفن عندنا الطعم ويفسد موضوع الغرس. بخصوص ري الغراس، أول سنتين لحد 4 سنوات ننصح دائما يكون في عندنا ري تكميلي. مجرد أنت ما زرعت الشجرة أو شتلة الزيتون بننصح أنك تعطيها معدل كل أسبوع ري واحدة، معدل تنكة ماء اللي هي 20 لتر. طبعا الهدف من ذلك أنه عملية أنه ما نعرضها للستريس فيسيولوجي من ناحية قلة الأمطار أو قلة مياه الري. وطبعا هاي ممكن تتكرر بالشهر بحدود 3 إلى 4 ريات حسب الموسم. ممكن اذا صار عندك عمليه سقوط امطار او في وجود سقوط امطار بكميات جيده، ممكن انه بهاي اللحظه نوقف عمليه الري، ولكن هذا لا يغني انه نعطيها دائما ري خلال فتره الصيف والربيع. هسه هون شغله مهمه اللي هي اختيار اصناف الزيتون. طبعا دائما احنا كمركز وطني للبحوث الزراعيه بننصح أن يكون عندنا استخدام وزراعة للأصنافنا المحلية. السبب في ذلك أن الأصناف المحلية هي بيكون عملية مقاومتها أكثر لظروف الجفاف وظروف وجود الأمراض المختلفة. السبب في ذلك أنها متحملة، وهي يعني أصنافنا المحلية، فبالتالي أكيد أنها بتكون متحملة لظروفنا، وهي أصلاً يعني أصناف استنبطت وتم تربيتها على مدار مئات السنين. من أهم هاي الأصناف اللي هو الصنف النبالي البلدي. هذا الصنف زي ما أنتم شايفين عندي هون، هذا الصنف اسمه النبالي البلدي، حجم الثمرة فيه بحدود 2 سنتي، وزن الثمرة بحدود 3 غرام، صنف متحمل للجفاف، ممكن زراعته في جميع مناطق الأردن، مقاوم للأمراض، لكن يعاب عليه أنه بطيء النمو وشديد المعاومة وصعب التجذير. فبالتالي إحنا لما بدك تحصل على شتلة نبالي بلدي يفترض أنها تكون مطعمة على أصل بذري. طبعا هذا يصلح لل يعني دوال بيربوس، اللي هو يصلح اما للتخليل ثنائي الغرض، يعني يصلح للتخليل او للزيت. نسبه الزيت طبعا فيه عاليه ومحترمه، بحدود بتوصل من 25 إلى 30%. هذا ايضا كمان محطه مرو الزراعيه التابعه للمركز الوطني للبحوث الزراعيه، هي وجود هاي الثمار للنبالي البلدي، وشوفوا الحمل يعني ما شاء الله ضمن ظروف الجفاف لكن الحمل جيد. هاي أيضا كمان صورة للنبالي البلدي. في عنا صنف آخر اللي هو صنف الرصيعي أو النبالي المحسن، هذا أيضا من الأصناف الأردنية وتمتاز برائحة فاكهية وصفاته الحسية ممتازة كالمرارة الشعطة الفاكهية، وبصلح لعدة مناطق في الأردن من ضمنها المناطق الصحراوية. بمتاز أنه أيضا مقاوم للجفاف وبجود في مناطق الري التكميلي او الري الدائم. مميزاته انه سهل التجذير بعكس النبالي البلدي، وايضا هو ثنائي الغرض وكمان مرغوب لغايات التخليل. نسبه الزيت فيه اقل من النبالي البلدي بحدود 15 ل 25%. هو كمان حكيت لكم يتحمل الجفاف والملوحه بدرجه كبيره. يعاب عليه انه حساس لبعض الامراض كمرض اللي هو مرض، خصوصا اذا زرع في المناطق المرتفعه يصاب بنسبه كبيره بذبابه ثمار الزيتون. هاي كمان صوره له، هاي كمان صوره له من ناحيه شوفوا هاي صوره. ايضا هذا الصنف مشاكله انه مرات بيعاوم، يعني سنه بيعطيك حمل غزير والسنه اللي بعديها ما بيعطيك حمل، ولكن الصنف يعتبر صنف محلي جيد. أيضا كمان من الأصناف الأخرى هو الصنف الصوري. طبعا هذا موجود في مناطق عجلون، مناطق جرش، بيحتاج لترب عميقة، ولكن مشكلته أنه حساس لمرض تبقع عين الطاووس، وهذا المرض بنتشر خلال ظروف الرطبة. أيضا كمان هو ثنائي الغرض، هو كمان اشتقاقه تقريبا مشابه للنبالي البلدي، يعني نفس الصفات كالنبالي البلدي. هذا كمان شوفوا حمله ما شاء الله. هسه في صنف محلي آخر
اللي هو نصوح الجبع. صنف النصوح الجبع هذا أو يسمى بين المزارعين أو المواطنين بالصنف البلحي، هذا يستخدم للتخليل الأسود الثمار البلحة. طبعا هذا حتى ينجح عندك بيحتاج إلى ري تكميلي أو أمطار مرتفعة، يعني معدل سقوط الأمطار لازم يكون عندك فوق 600 ملم حتى ينجح عندك هذا الصنف. وهو صنف بالمناسبة يعني صنف يستخدم حكيت لكم للتخليل الأسود وأسعاره ممتاز، يعني جيب سعر بالسوق. في صنف آخر اسمه الجنابيسي منتشر في عدة مناطق ولكن مش بدرجة النبالي البلدي أو الصوري أو النبالي المحسن الرصيعي. في صنف آخر اللي هو صنف أجنبي جروسدي يستخدم ثنائي الغرض ولكن يفضل استخدامه دائما للتخليل. ثمرته بتكون كبيرة ومنمشة يعني فيها هيك زي نقط بيضاء، هذا ينصح بزراعة في المناطق اللي معدل سقوط الأمطار فيها أكثر من 400 ملم أو أيضا تحت الري الدائم. هذا هو صنف الجروسدي من الأصناف اللي جيدة ودخلت على الأردن يعني صلها بحدود فوق 30 سنة وأصناف حملها ممتاز وجيدة وثمارها كبيرة. في صنف آخر هو الصنف الإيطالي ودخل على الأردن تقريباً مع بداية الثمانينات. ميزاته هذا أنه صنف غزير الإنتاج منتظم، يعني أنه أنت ما عندك فيه المعاومة، يعني سنة بيعطيك حمل سنة ما بيعطيك حمل، ولكنه ميزاته أيضاً أنه يتحمل الصقيع. طبعاً هذا الصنف الكوراتينا وفي صنف آخر الفرانتويو من ميزاتهم الأخرى أنه كمان إذا بدك تفوز بجوائز عالمية من ناحية الفاكهية والشعطة فهذا الصنف يعتبر صنف فائز هو والفرانتويو، بحيث أنه بيعطيك فاكهية وبكون طعمية الزيت ورائحته تشبه رائحة شجرة أو شتلة البندورة الخضراء. نسبة الزيت تتراوح فيه ما بين 17 إلى 25%. طبعاً لأنه أصلاً هو مصدره إيطالي، تعرفوا إيطاليا فيها يعني معدل سقوط أمطار عالي، يعني هذا موجود في منطقة بوليا وتوسكاني بشكل عام، ولكنه في منطقة بوليا أكثر شيء، فمعدل سقوط الأمطار عندهم أقل شيء 800 ملم، فحتى يجود عندك في مناطقنا فلازم أنت تحط ببالك أنه معدل سقوط الأمطار لا يقل عن 800 ملم، أو أنك تعطيه ري دائم. هاي الثمرة لصنف الكوراتينا، لاحظوا أنها صغيرة، يعني الثمرة بحدود 2 غرام وحجمها صغير نوعا ما، يعني شوفوا هون بحدود السنتي ونص اللي هو حجم الثمرة. شوف الحمل، يعني الحمل غزير، يعني هذا أحد الأفرع في محطة مرو الزراعية التابعة لنا، شوفوا ما شاء الله الحمل عليها، لكن مشكلته أنه المزارعين بيشكوا منه أنه الثمرة صغيرة، وبلغتهم بحكي لك أنه بعلب القاط، يعني إيش الشجرة بتغلبه شوي باللقاط، مع أنه ممكن الشجرة تعطيك بحدود 120 كيلو غرام ثمر لشجرة واحدة. طبعاً هاي الأشجار أيضاً متضخمة، يعني شوفوا أنا هون وضعت لكم هاي الصورة في أحد المزارع في منطقة أم العمد في مادبة، لاحظوا هاي شجرة الكوراتينا حجمها، يعني ممكن توصل للشجرة حجمها متضخمة ممكن توصل لفوق 10 متر، ولكن شوفوا أشجار النبالي تقريباً، أنا سألت صاحب البستان تقريباً زراحهم في معدل يعني تقريبا نفس العمر، لكن شوفوا شجرة الكوراتينا كيف تتضخم، يعني طبيعة هذا الصنف متضخمة وممكن وصل ارتفاعات أكثر في مناطقه الأصلية. في عنا أصناف أخرى موجودة في الأردن، هذا الصنف اسمه كي 18 أو بارنيا، هذا تم تطويره في فلسطين المحتلة. طبعا هذا الصنف يمتاز انه صنف غزير الانتاج ولكنه شره للمياه، يعني بيحتاج لكميات مياه عاليه جدا، مرغوب للمزارعين في المناطق الصحراويه بسبب انه غزاره انتاجه. هذا الصنف حكيت لكم احنا لما اذا بتتذكروا معي شغله مصدات الرياح، هذا الصنف ممكن نستخدمه كمصدات رياح، يعني حوالين مزرعه الزيتون بدل ما تزرع مصد رياح من الاشجار الحرجيه ممكن انت تزرع الكي 18، وبالتالي شو ما أعطاك إنتاج يعتبر أفضل ما أنك تزرع أشجار حرجية،
لكن هذا الصنف أيضا زيته غير مرغوب نوعا ما، بسبب أنه الزيت الناتج عن عصر الثمار هو عبارة عن زيت باهت وذو صفات حسية متدنية. يعني إن شاء الله الدكتور سلام أيوب رايح يشرح لكم عن الصفات الحسية لزيت الزيتون، اللي هي تشمل الفاكهية والمرارة الموجودة في اللسان وطبعا الشعطة الموجودة في الحنجرة. هذا شوي الصنف بيعطيك صفات باهتة نوعا ما، ولكنه بعوضها بغزارة الإنتاج، ولكن بشرط وجود كميات من المياه. طبعا لاحظوا أنه هون عندي الصورة على اليمين للشجرة اللي هي شجرة البارنية، شوفوا كيف النمو لها رأسي وعمودي، فبالتالي أنت ممكن تستخدمها كمصد للرياح. في أصناف أخرى دخلت على الأردن وحاليا مستخدمة من قبل المزارعين الزيتون، اللي هو صنف آخر اسمه صنف العوجة. طبعا أخذ الصنف اسمه العوجة، إذا بتلاحظوا هاي الثمار فيها شوية إعوجاج، فبالتالي أخذ صفة الاسم من الإعوجاج الموجود في الثمار. طبعا صنف العوجة دخل على الأردن كصنف تخليل، ولكن أنا والدكتور سلام تم فحصه وفحص نسبة الزيت فيه، تفاجأنا أنه فيه نسبة زيت لا يستهان فيها بتوصل 20%، فممكن أيضا استخدامه كصنف ثنائي الغرض، يعني أنك تستخدمه كصنف تخليل، والمناسبة أسعاره بالتخليل يعني لا تقل عن دينار ونص على بسطات الشوارع. وأيضا كمان ممكن تستخدمه كصنف زياتي. أيضا في هذا الصنف، هذا يستخدم للتخليل، اللي هو عبارة عن صنف اسمه صنف جلوت، هذا يستخدم للتخليل، نسبة الزيت فيه منخفضة نوعا ما. هاي الأصناف التركية موجودة في الأردن ولكنها لغايات بحثية وغير منتشرة. الشجرة متضخمة زي أصناف أورميجيك وأصناف إيفوليك، ولكنها متضخمة والثمار فيها صغيرة وغير مرغوبة نوعا ما من قبل المزارعين. في صنف عندنا آخر اسمه صنف الشامي، وهو تم إدخاله على أساس أنه صنف تخليل، يعاب عليه أنه الثمرة البذور ملتصقة باللحم، يعني لحم الثمرة أو الفليش، هاي البذرة ملتصقة. فدائما أنت إذا بدك تسوي أو بدك تستخدم صنف تخليل، يفضل أنه تكون دائما نواة سهلة الانفصال عن لب أو لحم الثمرة. طبعا موجود هذا في عدة أماكن مزروع فيها، لكن بيحتاج إلى كميات عالية من الأمطار. موجود في السلط، البقعة، الربة، في مناطق الكرك موجود. يعني حجم الثمار كبير نوعا ما، يعني بتوصل الثمرة بحدود 8 غرام، ولكنه في فترة الحمل أيضا عدد الثمار نوعا ما بيكون محدود على أشجار، بس أنه بيحتاج للري بكميات كمان كبيرة حتى أنه تحصل على إنتاج ونمو ثمري وإنتاج من الثمار. طبعا شوفوا هذا كمان، هذا الشامي، شوفوا هون كمان الثمار الموجودة، يعني بس أنه لازم تحتاج أنه لمعدل سقوط مطري عالي حتى ينجح عندك هذا الصنف. هذا من أحد الأصناف اللي تم إدخالها على الأردن في موضوع آخر، اللي هو موضوع الزراعة المكثفة، اللي هو صنف الأربكينة. هذا طبعاً بيحتاج إلى عمليات الحصاد الميكانيكي، عمليات الخطاف بواسطة اليد تعتبر يعني time consuming، عبارة عن تأخذ وقت وجهد العامل وما بيعطيك إنتاجية، فهو تم إدخاله على أساس يصير عندنا عمليات اللي هو عمليات الحصاد الميكانيكي له بواسطة الآلات الخاصة المخصصة لذلك الأمر. طبعاً شوفوا هون مثلاً هاي العشر قروش، وشوفوا كم حجم الثمرة صغير. طبعاً هذا إحنا كمركز وطني نزلنا دراسة أو كانت في جريدة الرأي وتم تداولها بعدة جرائد يومية بخصوص أنه نصائح بعدم التوسع بزراعة زيتون الأربكينة. يعني هون بتلاحظوا نصيحة مدير المركز الوطني طوفة الدكتور نزار حداد للمزارعين، أنه نرجو التريث قبل التوسع بهذا الصنف وزراعته. تم تسويقه على أنه بديل للأصناف المحلية، ولكنه هذا الصنف في عدة أمور ومآخذ عليه. أول شيء أنه بيحتاج إلى كميات عالية من الأمطار، خصوصاً أنت إذا زرعته ضمن الزراعات المكثفة، حيث أنه الدنم تزرع فيه تقريباً 200 غرسة زيتون. طبعاً إحنا هون نصحنا، يعني دكتور مثلاً سلام أيوب إذا بتلاحظوا معي أنه هاي موجود، أنه حكى عن نسبة الزيت وعن عملية التلقيح، وأنه صنف، إذا بتلاحظوا كمان أنه صنف محدود النمو وأنه كم ارتفاع الشجرة، وهل أنه بتحمل الصقيع، شو نسبة مقاومته للأفات، لسه أنه ما عندنا علم فيها،
ضمن ظروف الأردن. كما أنه هيو يعني حكيت لكم عنه توضيح الدكتور سلام بهذا الخصوص أنه صعب قطافه باليد بسبب صغر الثمار، أيضا أنه بيحتاج إلى عمليات التقليم الميكانيكي، أيضا بيحتاج إلى عمليات اللي هو الحصاد الميكانيكي. أيضا كانت أنا مدخلتي هون كإبراهيم العمد أنه هذا صنف حساس للأكسدة، يعني أنه عملية بسموها الشلف لايف أو عملية احتفاظه بالمواد الفنولية بسبب أنه المواد الفنولية فيه منخفضة، فبالتالي أنت شو اللي بصير عندك؟ بصير أنه عملية الشلف لايف عندك بتكون قصيرة، يعني عملية التأكسد الزيت بتصير بشكل أسرع مقارنة بباقي الأصناف اللي محتواها من الفنولات بتكون عالي. أيضا هذا الصنف يستخدم كصنف الأربكينة للناس اللي عندها تحسس من تذوق زيت الزيتون، فممكن أنت تدخله في السلطات لأنه هو يعتبر حلو المذاق وطعميته سلسة ما فيها المرار الموجود بالأصناف الأخرى. فممكن أنت حتى بإسبانيا بيستخدموه في الكيكات، في إعداد السلطات، في المخبوزات بشكل عام، بحيث أنه ما تظهر عندك طعمية زيت الزيتون للناس اللي ما بتفضلها، والاستعاضة أيضا عن كذلك عن الزيوت القلي. في صنف آخر دخل عنا ومزروع تحت ظروف الري التكميلي موجود في مناطق في المفرق زي منطقة أم الجمال، هذا الصنف طبعا توصل الثمر فيه من 10 ل 15 غرام كوزن، وشوفوا يعني هون تقريبا توصل بحدود ال 4 سنتي طول الثمرة. هاي طبعا عدة ثمار منه وتسمى بكلاماتا جامبو. طبعا مصدر هذا الصنف هو مصدر اليونان، وتم تسميته على اسم مقاطعة أو مدينة كلاماتا في اليونان. في هاي كمان صور، هاي أخرى للكلاماتا. في عنا الفرانتويو، هذا صنف ممتاز إيطالي موجود بمقاطعة على ما أذكر توسكاني في إيطاليا، حبه صغير زي حب الكراتينا، ولكن أيضا يستخدم كصنف تلقيح بحيث أنه بسموه سيلف بولينيتينج، وممكن يلقح لأصناف الأخرى، يعني ممكن تستفيد من حبوب اللقاح بحيث أنه زيادة نسبة التلقيح في بستانك إذا كنت زارع أصناف أخرى. طبعا بيحتاج للري التكميلي أو للري الدائم بسبب أنه من مناطق زي ما حكيت لكم منطقة إيطاليا، ومعدل سقوط الأمطار فيها أكثر من 800 ألف مليمتر خلال الموسم سقوط المطرية شتاء. وطبعا نستخدمه للإنبات في محطات الحسين الزراعية بسبب أنه الشتلة اللي بتكون التطعيم فيها على أصل الفرانتويو بتكون قوية، وأيضا كمان هو مقاوم لمرض الذبول الفيرتيسيليا. طبعا هاي في عدة أصناف دخلت على الأردن لكنها غير منتشرة نوعا ما، زي صنف الأربوسانا، صنف الأرباكين حكيت لكم عنه، وفي صنف الكورونيكي والمنزانيلو. البكوال لحد الآن مش موجود بالأردن، وصنف إجلاندو مش موجود بالأردن. هسه حاليا من ناحية طرق إكثار الزيتون، دائما بنفضل أن يكون إكثار الزيتون بالطرق الخضرية في سبيل الحصول على نباتات مشابهة للأم اللي هو vegetative propagation. طبعا لا ننصح بالإكثار بالبذور إلا لغايات، إما للغايات البحثية أو لغايات الإكثار لأصناف صعب إكثارها بواسطة الطرق الأخرى كالعقل. فممكن أنت مثلا تستخدم إكثار صنف مثلا نبالي بلدي على البذور بحيث أنك تحصل على عملية التطعيم ويصير عندك إكثار لهذا الصنف. طبعا أنا زي ما حكيت في الكل أنه الإكثار عن طريق البذور بصير في عندك انعزالات وراثية، وتطلع النباتات الناتجة عن البذور كغراس الزيتون غير مشابهة للصنف التي تم أخذها منه. للإكثار بالبذور أو عملية تنبيه البذور، بننصح أنه بنقع البذور في محلول الصودا الكاوية بنسبة 3% لمدة 12 ساعة، بعدها بتغسل هاي البذور بالماء والرمل للتخلص من اللب والمواد الدهنية العالقة بالبذور من الخارج. طبعا ممكن تعمل عملية قرط لأطراف البذور بحيث يصير بعدين عندك تسهيل لدخول الماء للجنين البذرة ويصير عندك عملية التنبيت. أيضا من الطرق أخرى اللي هي عملية معاملة البذور بحامض الكبريتيك المركز، وبعديها بتغسل هاي البذور اللي تم معاملتها بحيث إنه تزيل أثر عملية زراعة 4 أشهر
بشهر بصير عندك إنبات مع بداية الربيع. في أيضا في عنا الإكثار اللي هي حاليا هاي المستخدمة على النطاق التجاري مستخدمة بالأردن اللي هي مستخدم طبعا في محطاتنا زي العقل يستخدم مزارعين عقل ناضجة من خشب عمرها عدة سنوات طبعا هاي بكون سمكها من 2 متر. أيضا إحنا نستخدم شيء اللي هي بسموها العقل الساقية أو سيمي هارد وود كاتينجز اللي حاليا هي هاي اللي هون شايفينها بالصورة هي المستخدمة. بناخذ اللي هي من أمهات معروفات المصدر كأشجار زيتون، بناخذ أي عرق أو أي نمو أو شوت، بناخذ بحدود عمره من 1 إلى 2 سنة، بنترك عليه بحدود 4 أوراق، بكون طوله طبعاً هذا بحدود 12 إلى 15 سنتيمتر. طبعاً هاي العقل اللي هي سيمي هارد وود كاتينجز أو العقل الساقية شبه المتخشبة، بنعمل لها عملية معاملة بهرمون اسمه الاي بي اي أو الأندول حامض البيوتريك أسيد بتركيز 4000 جزء في المليون لمدة 5 ثواني. بعديها بنتركها حتى بنتركها تقريبا لمدة نصف ساعة حتى إيش حتى إنه يصير عندنا عملية امتصاص لهذا الهرمون. بعدين بنزرعها في أحواض التنبيت ضمن ظروف حرارة مسيطر عليها للوسط الجذري بحدود 20 مئوي، وبكون عندنا الوسط الخارجي أو الوسط الهوائي بحدود اللي تقريبا 18 درجة مئوية مع وجود الري أو وجود الري الرذاذي أو المست بحيث إنه ما يصير عندنا جفاف للأوراق أو يصير عندنا عملية نتح. طبعاً هاي الأشتال تقعد بحدود الشهرين لثلاث أشهر حتى يصير عملية كلاسينج ويصير إنبات للجذور من قواعد العقل. طبعاً ممكن نستخدم بيئة للزراعة اللي هو هم دائماً بيستخدموه محطة الحسين اللي هو المادة البير لايت. هاي كمان صورة أخرى، هاي هون إذا بتشوفوا معي على الأرض هاي بصير فحص إلها للجذور اللي مش منبتة أو العقل اللي بشوفوها ما نبتت بصير إلها عملية إزالة أول بأول، والباقي اللي هو هاي بتكون عبارة عن إيش عن العقل الناجح عملية إكثارها ومعاملتها بالهرمون. بعد عملية المعاملة بالهرمون طبعا بصير عندنا عملية خروج مبادئ الجذور من قواعد العقلة. احنا القص بصير عندنا اسفل منطقه العقده او النود، فبصير عندنا اذا بتلاحظوا هاي عمليه الكلاسينج اللي هي الخلايا البرانشيميه خلايا غير متخصصه بعدين بتتمايز عن طريق الهرمون بصير عندنا اللي هي مبادئ الجذور زي ما بتلاحظوا، وبصير عندنا عمليه انه خروج الجذور حسب يعني حسب قوه الشتله. طبعا هاي بنخليها هون لانه بتعطينا لها دخل الاوراق في عمليه التغذية بالهرمون لقواعد الجذور. لاحظوا هون طبعا هاي هون كمية أكبر من الجذور. طبعا هاي كانت تجربة ماجستير، فبالتالي هون كان هون أفضل معاملة من ناحية الهرمون ومن ناحية المواد المستخدمة في عملية التجذير. هاي هون بعد صورة بعد عملية التجذير، وهون بناخذها كمان نزرعها في تربة وبنسوي لها أكلمايزيشن بحيث أنه تتأقلم مع الظروف الخارجية. أي أيضا نفس الطريقة بيستخدموها بإسبانيا نفس الطريقة اللي عندنا. الصنف النبالي البلدي كمان هون مستخدم وتم إكثاره بالعقل، ولكن نسبة نجاحه أضعف من باقي الأصناف الأخرى. أيضا حاليا هاي في طريقة للإكثار اللي هي طريقة الإكثار بواسطة السرطانات أو القرمية اللي هي هاي المنطقة البويضات. إذا بتلاحظوا هون في بويضة هاي ممكن أخذها، هاي بتحتوي على كمية هرمونات وعلى مبادئ جذور. هاي كانوا زمان أجدادنا يستخدموها لإكثار الزيتون بسبب عدم توفر الحاضنات لإكثار الزيتون اللي هي البيوت الزجاجية بمعنى آخر، فكانوا يأخذوا جزء من الجذر أو يعمل عملية تفسيخ لهاي القرمية ويصير زراعتها بحيث أن مثلا ممكن تفسخها هاي القرمية ويصير عملية إنتاج. يعني الشجر الواحد ممكن تعطيك من 5 إلى 10 شجرات ويصير عملية إنتاج، ولكن هاي الطريقة حاليا غير مستخدمة بسبب أنه في عنا إنتاج تجاري عن طريق اللي هي العقل الخشبية شبه الغضة. في
في ايضا عندنا الاكثار بالتطعيم، حكيت لكم عليه للاصناف صعبه الاكثار زي اللي حكينا عنها النبالي البلدي، او احيانا اذا عندك اصول بدك تستخدمها مواصفات خاصه، مثلا عندنا صنف الفرنتويو هذا يعتبر ممكن انه تستخدمه لانه مقاوم لمرض الفيرتيسيليام، وممكن تستخدم عليه انه الطعم عليه النبالي البلدي صعب الاكثار. ولكن حاليا انه في اخر دراسه للاسبان بيحكي لك انه مثلا طعم النبالي البلدي او اصناف حساسه للاصابه بذبول ذبول الفيرتيسيليام على الفرنتويو مش رايحه تعطيك مقاومه للصنف الحساس. يعني بس اذا بدك تزرع في ارض مصابه بالفيرتيسيليام يفضل انك تزرع بس الفرنتويو بدون اي تطعيم عليه. اي ايضا الطرق، احد الطرق المستخدمه لاكثار صنف النبالي البلدي على اصول، اما تكون اصول بذريه او انه يعني اي اصل اخر، ولكن هي تستخدم الاصول البذريه اكثر شيء للفرنتويو بسبب انه نسبه انبات البذور اعلى من غيرها، ويتم تطعيم النبال البلدي عليه هون بطريقه بسموها تطعيم اللساني اذا بتلاحظوا. ايضا في احد الطرق المستخدمه اللي هي عمليه حرف التي، تستخدم هاي الطريقه بشهر 4 5 اوائل 6، بحيث انك عمليه صار بسبب انه تغييرها مرات المزارع بيكتشف انه هذا الصنف غير ملائم له، فبالتالي بلجأ الى تغيير الصنف، او انه مثلا الاسعار نزلت في السوق فبلجأ الى تطعيم الاجار الموجوده عنده باصناف اخرى ذات قابليه تسويقيه اعلى. في اي مسموع لانه قطع من عندي، عفوا. ايوه سامعينك، تفضل كمل. شكرا، لانه قطع من عندي فمشان هيك بدي اتاكد. شكرا. ايضا في عندنا طرق الاكثر، انا قربت اكمل على كل. في عندنا طرق الاكثر ايضا حكيت لكم عنها اللي هي عمليه التطعيم اللحائي او بالشق. طبعا هاي بتكون خلال فتره سكون العصر، نشاط العصر حزيران او تموز او نهايه نيسان مع وبدايه تموز. في عندنا التطعيم اللحائي، هذا بكون فتره سكون العصاره بشهر شباط او اذار. طبعا نستخدم حاليا بالاردن اللي هو التطعيم القمي اللي هو بسموه بالانجليزي توب كرافتنج او توب ووركينج، انه مثلا عندك اصناف اكتشفت انها غير مجديه، عندك ربحيتها متدنيه او غير ملائمه لمنطقتك، اما بسبب الصقيع او بسبب عدم وجود توفر ماء الري بكميات، فبالتالي انت بتطعمها ممكن باصناف محليه مقاومه للجفاف او مقاومه مثلا لذباب ثمار الزيتون. نسعى احنا اللي هو عملية التطعيم الأشجار على المجال، ومن طول معدل من 10-15 سنتيمتر بتكون، وبصير عملية إدخالها بهاي المنطقة شوي شوي. طبعا هاي حكيت ما ندخل الأقل كامل بكيس نايلون، بعدين إغلاق كامل إلها بحيث أنه نحافظ على الرطوبة. لاحظوا هون كيف صارت الرطوبة عندنا متجمعة. بعد شهرين عفواً بصير عندنا عملية الالتحام بهاي المنطقة، التحام ما بين قلم التركيب مع الأصل، وبصير عندنا عملية نمو للقلم التركيب، وبصير عندنا نبات ممثل لإيش؟ لنبات أو لأصل التركيب. يعني مثلا اذا كان عندنا نبالي محسن بدك تطعم عليه نبالي بلدي، شو اللي بصير عندك التالي؟ بعد فتره بتصير الشجره بتتحول كلها للنبالي البلدي بسبب انه اخذ التركيب او اخذت الشجره صفات الطعم اللي تم التطعيم عليه. هذا بعد تقريبا في شهر 5
تتأكد إذا صار عندك نجاح لعملية التركيب أو لا، بصير عندك نمو للبراعم الخضرية، فبالتالي أنت هون بتعرف أنه صار عندك عملية التركيب كانت عملية ناجحة 100%. هاي أيضاً هاي مستخدمة، الطريقة استخدمناها في محطة الربة التابعة للمركز في الكرك. هاي أيضاً كمان في أحد في عنا كان مشروع اللي هو إكثار صنف دخل أو صنف تمت إعادة تسميته، كان اسمه الرومي في مناطق الهاشمية في عجلون، تم إعطائه من قبل المركز الوطني صنف المهراس. هنا عملية التركيب هو أصله باعتبار النبال البلدي أو الرومي القديم، وتم إكثاره على أصناف بذرية، ولاحظوا كيف أنه عملية الإكثار تمت. والله يعطيكم ألف عافية. أنا بعتذر لأنه والله شوية الواحد تخربش من ناحية التكنولوجيا، وشكرا لكم. يعطيك العافية مهندس إبراهيم، ما في مشكلة، مشاكل تقنية مثل هيك دائما بتصير معنا. إخواني إحنا حاليا رح ناخذ بريك مدته 8 دقائق لعشر دقائق، يعني إحنا رح نرجع نستكمل الجلسة على الساعة 8:10. يعطيكم العافية. تفضل دكتور. لا انتظارك. اوكي مساء الخير للجميع، يعطيكم العافيه، يسعدني التواجد معكم اليوم في الدوره التدريبيه عن انشاء واداره بسين الزيتون، وشكرا للنقابه على تنظيم هذه الدوره المهمه اعتقد في مجال الزيتون. الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ مهندس لا واضح الصوت؟ صوت واضح؟ كمل. يس الصوت واضح. تمام اوكي ماشي الحال. فيعني احنا بنحكي عن انشاء واداره بساتين الزيتون وعن العمليات الزراعيه داخل بساتين الزيتون. زميلي المهندس ابراهيم العماد تحدث عن البدايه عن تاسيس البستان والاصناف المناسبه والاختيارها وعمليات الإكثار الزيتون، يعني وأنا بدي أتحدث أكمل المواضيع اللي لها علاقة بالعمليات الزراعية، منها الحراثة في البساتين، الري والتسميد، وبعض أنظمة الزراعة في مجال الزيتون. بداية نحكي عن الحراثة، استكمال لهذه المواضيع. حراثة البساتين هي من المواضيع المهمة واللي لها أهمية في العناية بشجرة الزيتون، يعني بتم إجراء الحراثة بهدف يعني يكون في عنا تحسين وضع التربة وتهيئتها لاستقبال الأمطار وخلط الأسمدة العضوية والكيماوية مع التربة، ولا كل نوع يعني بيكون في عندنا هدف، او كل موعد الحراثة بيكون في يعني يختلف عن غيره. بشكل عام يعني في عندنا ثلاث انواع من الحراثة بتتم في البساتين. هي في عندنا الحراثة الخريفية اللي هي اكثر شيء بيتم يعني هلا بد منها، هي تتم بعد سقوط الامطار الخريفية وبعد جني محصول الزيتون من خلال شهر 11 وشهر 12. الهدف منها هو تحضير التربة لاستقبال مياه الأمطار وخلط الأسمدة العضوية والكيماوية بالتربة اللي بتنضاف يعني خلال فصل الشتاء، خاصة في نحكي على الزراعة البعلية. وهي الحراثة هي عبارة عن بتكون يعني سطحية بعمق من 10 إلى 15 سنتي،
ويتم تنفيذها من خلال محراث إزميلي أو محراث رجل البطة، لأنه إحنا الزيتون يعني منتشرة أكثرها، إضافة للجذور الوتدية، الجذور الوتدية رئيس، لكن الفعالة، الجذور الفعالة اللي بتمتص الماء والعناصر الغذائية بتكون هي في الطبقة السطحية. فمشان هيك إحنا إذا عملنا حراثة عميقة للبساتين ممكن إنه إحنا نأثر أو يتم تقطيع أو الضرر بوجود الجذور. فالحراثة السطحية يعني ضرورية في الحراثة الخريفية. ونحن نحكيش احنا عن يعني اذا كان في عندنا ارض لاول مره بتزرع وبحاجه الى حراثه عميقه اثناء تاسيس البستان، بنسميها احنا عمليه الحراثه العميقه بهدف كسر الطبقه الهارد بان، بتكون يعني انا ممكن تكون على عمق مثلا متر تحت سطح التربه، هي بنسميها يعني نقب التربه وتسهيل تفكيك التربه. هاي الحالة تكون أول مرة قبل الزراعة وتهيئة البستان لزراعة الأشكال، بيكون عندنا بيلزمنا حراثة عميقة الأساسية. هنا يعني إحنا نتطرق للحراثة في البساتين القائمة، يعني الحراثة الخريفية حكينا عنها، الحراثة الربيعية الهدف منها وتجرى هاي خلال شهر شباط وآذار أو آذار، يعني قبل تفتح الأزهار أو بعد العقد، وهذا يتوقف على الظروف البيئية. الهدف منها إزالة الأعشاب الضارة، تقليل التبخر، وتساهم في التخلص من حشرات التربة التي تقضي فترة البيات الشتوي في التربة، مثل ذباب ثمار الزيتون، الورقات تكون أو البذور والورقات تكون في التربة، فعند تعريضها لأشعة الشمس بحد من وجودها يقتلها. فالحراثة الربيعية الأساس فيها هو يعني إزالة الأعشاب اللي تمت في خلال فصل الربيع، وقد تكون هذه الحراثة باستخدام دواب أو باستخدام التراكتور الحراث الزميلي. الحراثة الصيفية هي يعني لا تجرى دائما، هي عند اللزوم بتكون حراثة سطحية خلال أشهر الصيف بهدف إزالة التشققات للتقليل من التبخر وحفظ الرطوبة وإزالة الأعشاب التي لم يتم القضاء عليها في الحراثة السابقة، وخاصة في الأراضي الطينية الثقيلة اللي بيكون في عنا بصير فيها تشقق خلال فصل الصيف، مثل التربة في مناطق الشمال في إربد والسهول، هذه بحاجة إلى حراثة صيفية حتى أنه نقلل من التشققات اللي بتصير، مع أن إحنا ما بنشجع زراعة الزيتون في التربة الطينية بسبب ظاهرة تشقق التربة لأنها بتأثر على تعمل على تقطع الجذور في بعض الأحيان. الحد من وجود هذه التشققات بنعمل حراثة صيفية، بيكون مثل استخدام المحراث رجل البطة أو الفراني أو المحراث الدوراني. وفي جميع الأحوال بيكون الحراثة دائما هي في عكس اتجاه ميل الأرض، يعني إذا في حال في عندنا وجود ميل في الأرض البستان بيتم الحراثة بعكس الميل بهدف منع انجراف التربة. فهي بشكل عام المعلومات عن الحراثة وأهميتها. بحب أحكي إنه في بعض الدراسات بتشير لأنه يفضل عدم الحراثة نهائياً في الأبحاث، في بعض المنظمات الدولية أبحاثها أو دراساتها تحكي إنه يعني ممكن يكون بسموها الزراعة الحافظة نوعاً ما اللي بتكون ما فيها حراثة نهائياً، لكن إحنا في منطقتنا في الدول العربية في الشرق الأوسط يعني ما زلنا نتبع الحراثة، والمزارعين يعني ما بيستغنوا عنها، ونعتقد إنها يعني لها فوائد كبيرة. لكن بعض الدراسات تحكي إنه عدم الحراثة ممكن يكون يعني بهدف توفير الرطوبة أكثر في التربة، والغطاء النباتي يكون في عنا دائما، لكن قد يكون يعني هذه العملية لها
مش مؤكد يعني النجاح لحد الآن. فنفضل أنه نعمل نمشي بطرق انحرافية. عمليات الري في بساتين الزيتون، يعني أشجار الزيتون حتى تعطي إنتاج كويس لازم يكون فيها اهتمام وما يتم إهمالها يعني من قبل المزارع. أفضل يعني زيتون بحاجة إلى مناطق تكون أمطارها ما بين 400 إلى 600 ملم في السنة، وهي الأمطار السنوية حتكون في عنا يعني كافية لشجرة الزيتون للنمو الخضري والإثمار والعقد وتكون الزيت والنضوج. يعني أقل من هيك بيكون في عنا حاجة إلى ري تكميلي أو ري دائم. فبدنا الأماكن اللي في أمطارها يعني أقل من 400 ملم خلال موسم السقوط المطري، هاي المناطق لازم يكون في عندنا ري تكميلي حتى انه يكون الحد الادنى هو ال 400 ملليلتر في السنه من السقوط المطري، حتى انه اذا كان اقل من هيك نعوضها بالري التكميلي. المناطق يعني المرويه نستخدم فيها يعني الري الدائم، مناطق الصحراويه مناطق المفرق هاي أكيد بيكون فيها يعني الري طول السنة باستثناء فترة يمكن الشتاء، أشهر الشتاء بتم التوقف عن الري أو تخفيف كميات الري وبعد القطاف. بهمنا إحنا في المناطق البعلية إذا الأمطار كانت يعني منخفضة خلال الموسم إعطاء ري تكميلي كإجراء وقائي للحد من الضرر الحاصل على ثمار الزيتون بفعل موجات الحر والتي تعمل على ذبول وتساقط هذه الثمار، وذلك بزيادة محتوى الرطوبة حول جذور هذه الأشجار. احنا في خلال فترة الصيف بيكون في عندنا موجات حر خاصة في أشهر 7 و8، بصير في عندنا ذبول للثمار نتيجة أنه أوراق الزيتون في حالات موجات الحر وقلة مستوى الرطوبة في التربة بصير في عملية سحب للماء من الثمار باتجاه الأوراق، بصير في عندنا تجعد من علامات العطش والموجات الحر، بصير في عندنا تجعد وبكون مؤقت هذا التجعد على الثمار في حال إنه إحنا عملنا ري تكميلي أو أضفنا الري بتعود الأمور يعني لطبيعتها وبترجع للثمار بحجمها الطبيعي. فمن المهم يكون في عنا يعني عمليات الحصاد المائي في مزارع الزيتون البعلية، حصاد مائي مياه الأمطار في الشتاء ومن ثم استخدام هذه المياه في الري التكميلي في أشهر الصيف شهر 7 و8 و9، حتى إنه نضمن إنه إن الزيتون يكون في عنا إنتاج يعني جيد وكمية من الزيت جيدة. مياه الري المناسبة لأشجار الزيتون يعني فيها مواصفات إنه من ناحية الملوحة، مياه الري الزيتون بتحمل الملوحة يعني يعتبر متوسط من تحمل الملوحة مقارنة مع باقي الأشجار، يعني هو أقل مثلا تحملا من النخيل. النخيل بتحمل ملوحة أعلى من الزيتون، فلغاية يعني 2.5 ملي موز لكل دي سي سيمنز 2.5 بتحمل ملوحة المياه، أكثر من 2.5 بصير في عنا يعني تراجع في الإنتاج وبصير عملية تراكم أملاح في التربة، فيفضل يعني المياه تكون ملوحتها أقل من 2.5. المياه الجوفية أكثر شيء بنحكي إحنا، أو المياه الري اللي مصدرها بيكون في الغالب إذا كانت مياه جوفية في الري الدائم، والري التكميلي بتكون تنكات المية اللي بتم يعني استخدامها لغايات الري التكميلي خلال أشهر الصيف. الصوديوم لازم يكون أقل من 250 ملي جرام لكل لتر، الكلور أقل من 350، البورون من 1 إلى 2 جزء في المليون. يعني وجود ظاهرة الثمار المجعد إحنا حكينا هو بدل على إنه صار في عنا يعني إجهاد أو ستريس على الشجر بسبب قلة الرطوبة وموجات الحر، وأيضا بصير في عنا إذا كان العطش يؤدي إلى جفاف
تدريجي للأغصان وثم سقوط الأوراق. يعني هنا في بعض المناطق اللي بيكون فيها الموسم المطري كان ضعيف جدا وما في عندنا ري تكميلي، يعني نجد انه الاشجار يعني بصير يعني بتجف النهاية اذا ما صار في يعني اعطائها ري يعني مع الوقت. وفي عندنا صار في عندنا اكثر من موسم مواسم جفاف واهمال للبساتين يعني بتجف هذه الاشجار. هذه في بعض مناطق الجنوب كان في عندنا دكتور سلام. نعم 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 تفضلي معي. نعم مهندس آلاء تفضلي سامعك. دكتور الانترنت بضل يتقطع من عندك. ما بعرف اني يعني بعرف انه الانترنت يعني كثير بيقطع. مش عارف انه في عندي نت يعني موجود. دكتور الانترنت شكله من عندك ضعيف، الصوت بضل يتقطع. الانترنت ضعيف. ما بعرف ليش. يعني لساته بيقطع الصوت هلا. معلش يعني بس ثواني اشوف المشكله بلكي انحلت. الصوت واضح هلا. معلش هيك يعني ماشي الحال هيك كمل هيك تمام. اوكي يعني نحكي احنا عن الري التكميلي بيتم هو في الغالب بعد عقد الثمار خلال اشهر ايار وبعد مرحله تصلب النواه في بعد منتصف تموز بعد وحتى نهايه شهر ايلول، ويمكن ان تطول الاشجار مرتين في مرحله ما قبل الازهار خلال شهر نيسان. هنا مهم انه قبل عمليه الازهار اذا كان في عندنا موسم مطري ضعيف اعطاء ري تكميلي يعني قبل الازهار خلال شهر 3 و4 بشجع على وجود او الازهار يعني وزياده في نسبه العقد. وجود الرطوبه النسبيه خلال هذه الفتره مهم حتى نحصل على ازهار جيد بالتالي العقد والثمار. فهي هي في حاله انه كان عندنا الموسم المطري ضعيف ممكن نعمل ري تكميلي قبل عمليه الازهار. وفي العاده احنا بنحكي على 8 اشهر الصيف. كميات المياه الري تعتمد على عمر الشجره وحجم الاشجار، يتم اعطاء الاشجار الصغيره الحجم اذا كان عمرها اقل من 10 سنوات كميات من المياه تقدر ما بين 50 الى 100 لتر لكل شجره للري الواحده. الأشجار الكبيرة لأكثر من 10 سنوات نعطيها ما بين 100 إلى 200 لتر لكل شجرة في الري الواحدة، ويتم تكرار هذه العملية مرة كل أسبوعين إلى مرة في الشهر حسب توفر المياه ودرجات الحرارة السائدة وموجات الحر المتوقعة. فهون يعني كميات المياه مهمة خلال هذه الفترة. نحكي عن الري التكميلي، لكن الري الدائم للأشجار له برنامج يعني مخصص بيكون يعني حسب المنطقة وحسب التبخر حوض التبخر في معادلات خصوصي بيتم حساب المعادلات التبخر اليومية لعمل برنامج الري في المناطق المروية بشكل وشبكات الري بالتنقيط. وأيضا يعني بيكون في هناك بالمعدل بيكون الري مرة إلى مرتين خلال الأسبوع في المناطق المروية بشكل دائم بحيث انه نعطي الشجرة يعني الكميات اللي تحتاجها خلال السنة كاملة.
ففي يعني كمان الري التكميلي يمكن استخدام إذا كان في إمكانية عند المزارع استخدام برميل بلاستيكية سعة 200 لتر بحيث أنه يثبت البرميل في التربة بعمق 30 سنتي تحت التربة من مستوى سطح التربة، بيتم ثقبه من الأسفل في المنطقة المرتفعة من الشجرة. هاي البراميل يعني بتوفر في عملية تبخر المياه خلال أشهر الصيف. يتم ملء البرميل 3 مرات في أشهر حزيران وتموز وآب، يمكن إضافة الأسمدة الذائبة للبرميل أيضا، وهذه الطريقة سهلة التنفيذ واقتصادية وتوفر في كميات المياه الري وأيضا في العمالة. يعني هنا بعض الصور المشاهدات اللي كانت تتم عند المزارعين استخدام البراميل البلاستيكية، لكل شجرة بيتم استخدام برميل زي ما حكينا، الهدف انه في عندهم يكون الري عمليه يعني هو ببطء بيتم الري، يعني ما بتكون يعني مره واحده بيتم، لو كان على حوض الشجره مفتوح واعطيناها ريه هي المي يعني راح يتبخر جزء كبير منها ومباشره، ولكن هنا بيكون في عندنا ثقوب اسفل البرميل بيكون في يعني زي تشبع تدريجي في المياه لاجل الجذور، تصل المياه مباشره الى العمق يعني 30 سم بيكون نازل برميل في التربة في المنطقة العلوية من التربة بحيث أنه تصل يعني للجذور بشكل بطيء. في حال أنه كان في إمكانية لهذه البراميل توفيرها يعني بتظل موجودة يعني طول السنة واستخدامها خلال الصيف. يعني هون عملية البراميل بيكون بتم فقدها وثم إضافة المياه خلال أشهر الصيف. بالنسبة لتسميد أشجار الزيتون، يعني أشجار الزيتون هي من الأشجار اللي قلنا بتتحمل هي الجفاف، بتتحمل ظروف الجفاف وقلة العناصر، لكن إنه هي كلها مرتبطة بالإنتاج، يعني ضروري العناية بالأشجار وتوفير ما يلزم لها حتى نحصل على إنتاج يعني مستدام وجيد. فالتسميد كمان يعني مهم. في العادة يعني شجرة الزيتون هل تحتاج إلى كل سنة نسمدها مثلا؟ يعني دراسات بتحكي إنه مثلا ممكن إحنا نسمد السماد العضوي أو البلدي كل مرة كل سنتين ل4 سنوات. يعني بالنسبة للسماد الكيماوي أكثر شيء هو النيتروجين يعني مهم لشجرة الزيتون، من الضروري يكون كل سنة، لكن الفوسفور والبوتاسيوم بيعتمد على تحليل التربة وتحليل النبات. وقال في حال احنا اضفنا مش عارفين شو هو تحليل التربة محتواها من العناصر الغذائية بالنسبة للفوسفور والبوتاسيوم قد يكون هناك اضرار، يعني زيادة الكميات الموجودة قد تسوي يعني تعمل على وجود يعني سمية او اضرار على النبات. مشان هيك من الضروري يعني اجراء تحليل للتربة، يعني كل 4 5 سنوات يتم تحليل للتربة، خاصة عند تأسيس المزرعة وبداية الزراعة يكون في عندنا تحليل نعرف محتوى التربة من المادة العضوية من العناصر خاصة الكبرى النيتروجين الفوسفور الان بي كي يعني البوتاسيوم، هذول 3 عناصر الكبرى مهمين، إضافة العناصر الصغرى كمان يكون في عندنا تحليل للتربة. فالعناصر الغذائية اللي بتحتاجها شجرة الزيتون هي متعددة، عناصر كبرى وعناصر صغرى. يعني معروف انه الهيدروجين والكربون والاكسجين هي عناصر التمثيل الضوئي، وهي تركيب الماء بالهيدروجين والاكسجين مهم للتمثيل الضوئي، والكربون CO2 والاكسجين هاي العناصر كلها مهمه. عناصر الكبرى من خلال التربه اللي بياخذها النبات اللي هي النيتروجين والفوسفور، وهي لا تتوفر بكميات كافيه في التربه الطبيعيه. يعني في نيتروجين فيه بيكون نقص يعني معظم الحالات، الفوسفور لأنه كمان يعني ثابت ما بتحرك، النيتروجين يعني متحرك وسهل الذوبان في الماء، البوتاسيوم قد يتوفر بكميات كافية وقد يكون فيه نقص في التربة. عندنا في الأردن معظم يعني التربة عندنا بتكون فقيرة في البوتاسيوم. العناصر الثانوية المغنيسيوم والكبريت والكالسيوم تتوفر بكميات كافية في التربة. العناصر الصغرى يجب توفيرها للأشجار من خلال الأسمدة الكيماوية وخاصة التسميد الورقي.
أهمها الحديد والنحاس والزنك والمنغنيز والبورون والمولبدينوم. بعض العناصر مثل الحديد لازم يكون بشكل يعني عناصر مخلدية شليت الحديد، وباقي العناصر ممكن إضافتها للتربة، أو الأفضل أنه تنضاف من خلال التسميد الورقي لسرعة الاستفادة منها. حكينا تحليل التربة مهم حتى نعرف يعني وين إحنا بالنسبة لخصوبة التربة في المزرعة. فكل يعني 4-5 سنوات لازم يكون في تحليل للتربة أو عند تأسيس المزرعة. بيتم أخذ عينة التربة ما بين خطوط الأشجار، نأخذ عينة ومن حوض الشجرة بيتم أخذ عينة على عمق على عمقين من 0 إلى 30 ومن 30 إلى 60، وتم إرسالها للمختبر ووضع عليها طبعا المهندس المختص. يتم استخدام الأوجر، العينة بيكون مكتوب عليها اسم المحصول والعمق والتاريخ والشخص اللي قام بأخذ العينة. هلا بعد إجراء التحليل في المختبر حتى نفهم إحنا إيش يعني تحليل التربة شو بيعني، يعني النتائج بتكون ممكن نفسرها مثلا الصول بي اتش لازم تكون من 6.5 لغاية 8 الوضع المثالي حتى تكون التربة مناسبة للزراعة، الخاص نحكي على الزيتون، خاصة لأنه بعض العناصر بحاجة تكون في عنا الانخفاض في البي اتش لأنها مشان تساعد على الامتصاص. من 6.5 ل 8 هي بتكون وضع يعني تمام. السويل تكستشر اللي هي الميديوم تكستشر يعني المتوسطه، ما تكون يعني تراب سطحيه ثقيله ولا هي خفيفه. الكالسيوم كربونات لازم يكون اكثر من 2%، الماده العضويه لازم تكون اكثر من 2%، في حال كان اقل من هيك لازم نضيف السماد العضوي المخمر. معظم التراب اللي عندنا في عندنا نقص في الماده العضويه، يعني معظم التحاليل بتكون يعني اقل من 2%، فضروري انه نضيف السماد العضوي، ولو حتى انه السماد العضوي نضاف بكميات يعني عاليه ما في له ضرر، يعني بالعكس هو بحسن التربه وفي عناصر كثيره. الملوحه لازم تكون اقل من 4 دي سي سيمنز بير متر، نحكي عن احنا التربه اقل من 4، إذا أكثر من 4 بيكون في عندنا مشاكل بتصير في التربة. النيتروجين من 10 إلى 20 ملي جرام لكل كيلوغرام أو بي بي إم، من 10 إلى 20. الفوسفور لازم يكون في التربة من 10 إلى 20 تمام. البوتاسيوم من لازم يكون بحدود 150، أقل من 150 ملي جرام لكل كيلوغرام بيكون عندنا نقص في التربة. الكالسيوم بيكون لازم يكون أكثر من 1000. المغنيسيوم أكثر حوالي 100، الحديد أكثر من 3، الزنك أكثر من 8/10، المنغنيز أكثر من 1.4، الكبر النحاس أكثر من 0.2، البورون لازم يكون أكثر من 1. يعني هذول هم عناصر التربة، أي نقص في هذول لازم احنا نعوضه من خلال التسميد، يعني ما بصير احنا نضيف يعني عشوائيا أسمدة مش عارفين شو هو موجود عندنا في التربة. وأيضا في عندنا تحليل النبات. تحليل النبات يعني ما بنلجأ له دائما، لأنه يعني ممكن خلال يعني كل عدة سنوات نعمله حتى نعرف إذا كان فيه كمان نقص. إحنا عم نضيف أسمدة، هل إنها بتصل النبات أو ما بتصل النبات؟ يعني لو تحلل النبات يعني كل مرة كل 4-5 سنوات كمان كويس. يعني النيتروجين إذا أخذنا، إحنا بنحكي عن أوراق الزيتون، أوراق الزيتون بيتم أخذها خلال منتصف شهر 7 عشان تحليل في المختبر، وقد يكون نأخذها أيضا في 10 و11، بس الأفضل إنها تتأخذ في منتصف في شهر 7 في منتصف الموسم. النيتروجين إذا كان أقل في الأوراق من 1.2/10 بيكون في عندنا نقص. الوضع المثالي بيكون من 1:6 إلى 1.8. الفوسفور الوضع المثالي من 1:10 إلى 0.13، يعني الوضع المثالي. البوتاسيوم لازم يكون من 8/10 إلى 1.1/10%. الكالسيوم من 1 إلى 2.5%.
مغنيسيوم 0.1-0.3. البورون كمان، بورون مهم هنا لأنه مهم للعمليات الإزهار ونمو الثمار، لازم يكون من 20-50% في الأوراق. الحديد من 50-150%. الزنك من 10-30%. المنغنيز من 20، والنحاس من 5-20%. فإحنا يعني من خلال هاي التحليل نعرف شو عنا وضع الأسكان ووضع الأشجار، بناء عليه بيتم يعني وضع برنامج تسميد إذا كان أراضي بعلية أو إذا كان أراضي مروية. أراضي البعلية بيتم التسميد، أو إن الهدف برنامج التسميد هو أول شيء يعني تأمين عناصر غذائية ضرورية لنمو الأشجار وزيادة تحسين من نوعية الإنتاج، المحافظة على قصبة التربة والحد من استنزاف العناصر الغذائية منها، تحسين خواص التربة الكيميائية والفيزيائية من خلال التسميد العضوي، وأيضا زيادة مقاومة الأشجار لظروف المناخية المتقلبة الحرارة والرياح، وزيادة مقاومة أشجار الأمراض الفطرية والحشرية والفيزيولوجية، لأنه الأشجار القوية تغذيتها جيدة بتحمل بتقاوم الأمراض، الضعيفة يعني بتكون معرضة للأمراض خاصة الأمراض الحشرية والأمراض زي البرتسيليوم وغيرها. المحافظة على البيئة من التلوث، تخفيف من ظاهرة المعاومة. العناصر الرئيسية اللي بتهمنا هي على شجرة الزيتون مهمة طبعاً، هو النيتروجين رقم واحد، عنصر أكثر أهمية في حياته، هو يعتبر عنصر النمو والبناء ويساعد على زيادة النمو الخضري، مرتبط بالنمو الخضري للأفرع وتشكيل الطرود الجديدة التي سيتم عليها الحمل في العام القادم، كمان ضروري للإزهار والثمار. فنعرف إنه شجرة الزيتون بتم الحمل عليها على أفرع عمر سنة، يتم التزهير وحمل الثمار على هذه الأفرع. وإذا كانت هذه النموات خلال الموسم قوية وجيدة من خلال التسميد بيكون في عنا يعني حمل جيد. فوجود يعني النمو الخضري مهم جدا، مشان هيك النيتروجين ضروري مضاف يعني للشجرة، خاصة يعني مع نهاية الشتاء أو يعني مع بداية النمو الربيع. كمان هو ضروري للإزهار وللثمار. أعراض نقص النيتروجين على الشجر بيكون يعني بيظهر على الأوراق القاعدية ثم ينتقل للقمة، بصير في عندنا تقوس حيث يصغر حجم الورقة ويصبح لونها باهت، بتكون الأوراق اللي فيها نقص نيتروجين لونها باهت على أصفر أصفرار. في حالات النقص الشديد فإن الأوراق تتضاءل ثم تسقط، وإذا حدث نقص منها تبقى الشجرة بحاجة ماسة لكميات كبيرة من النيتروجين خلال نمو الثمار. فهي صور بتوضح أعراض النقص، اللون الباهت والاصفرار الأوراق خاصة الأوراق القديمة، وثم سقوطها والجفاف. هي أعراض معروفة يعني لمعظم الناس، أول ما يشوف أي أعراض بتكون اصفرار أو باهت بيكون نقص من النيتروجين. مع بداية شهر نيسان مستويات النيتروجين في الشجرة تنخفض، وذلك لذلك يجب تسميد الشجرة ولإعطائها كميات التي تحتاجها من النيتروجين قبل فترة الإزهار. وزيادة تسميد النيتروجين تعمل على تأخير النضج، إذا كان وقفنا كميات كبيرة من النيتروجين بيكون نمو خضري على حساب نضج الثمار، وتجعل الشجرة أقل مقاومة للأمراض الفطرية. يعني في حد وضع مثالي مش لازم نتجاوزه في إضافة النيتروجين. يمكن إضافة النيتروجين في الزراعة المروية على دفعات حتى بداية شهر تموز. يعني في إذا نحكي عن مناطق مروية إلها برنامج مع مياه الري، يعني مع الري الدائم بيكون في عنا إضافة للأسمدة المختلفة، يعني بحاجة الزارع المروية إلى تفاصيل كثيرة حتى إنه يتم شرح كيفية التسميد لإلها، إنها بتكون من خلال برنامج خاص، من خلال مثلا التسميد بالري الفيرتيجيشن واستخدام السمادات. وفي هنا دقة في حساب الكميات المختلفة من الأسمدة، أيضا بيعتمد على يعني تحاليل وبيعتمد على مراحل نمو النبات. أيضا في المناطق البعلية للزيتون هي يعني الأكثر انتشار أو عمل محدد للنيتروجين هو الأسمدة، هو الأمطار، سقوط الأمطار
لأنه يعتمد ذوبان الأسمدة خاصة النيتروجين على سقوط الأمطار، يعني يتم إضافته قبل سقوط الأمطار حتى أنه يضمن أنه يستفيد منه النبات. ولا نستطيع أن نسمد إلا عندما تكون التربة رطبة، فننصح أن تكون الدفعة الأولى بإضافة نصف الأسمدة النيتروجينية في الخريف على شكل أمونيات، شفات الأمونيات. والدفعة الثانية تكون في بداية الربيع، ويفضل أن يكون على شكل نيترات. في بعض الأحيان في الأسمدة المركبة تحتوي على NPK تنضاف أيضا زي سماد الميتافوز وسماد بطيء الذوبان، بنضاف مع السماد العضوي يعني خلال شهر 11 بنضاف، هو بطيء التحلل ويستفيد منه النبات بشكل يعني بطيء مع الأمطار في المناطق البعلية. العنصر الآخر هو الفوسفور، وعنصر إنتاج الطاقة وتنظيم الحمل والعقد، ويلعب دورا رئيسيا في تحسين الإنتاج، وهو أساس لعملية التمثيل الضوئي، تحتاجه الشجرة بشكل كبير في طور الإثمار، لذلك يجب أن يضاف بكميات مناسبة. زيادة الفوسفور عن الحد المقبول يؤثر على امتصاص عناصر أخرى مثل الحديد والزنك. نقص الفوسفور بيكون عند الأوراق أكثر إخضرارا من اللون الطبيعي، تظهر النموات الحديثة بلون أرجواني أو أحمر بسبب تراكم الأنثوسيانين، كما تتلون أعناق الثمار والعروق السفلية للأوراق، وأيضا يصير في نقص لتكوين البراعم الثمرية. البوتاسيوم هو عنصر المقاومة والتحمل للنبات، يعني يعمل على تحمل درجات حرارة منخفضة في الشتاء، ويعمل على تحمل نقص الرطوبة في التربة، يساعد في زيادة المحصول وتكوين الجذور أيضا. وتحتاج الشجرة خاصة عند تكون الزيت في الثمار إلى يعني يكون في عندنا بوتاسيوم كافي حتى إنه يتكون الزيت بكميات جيدة. أعراض نقص البوتاسيوم ظهور اللون الرمادي أو البني على حواف الأوراق القديمة وعلى القمم، خاصة قمم الأوراق بصير عندنا تلون بني على الحواف زي شبه الاحتراق. تراجع في حجم الورقة وفي نمو الأغصان. هاي الصورة بتظهر يعني جميع العناصر، أعراض النقص لهذه العناصر. من الأسفل نبدأ بالنيتروجين إصفرار عام، ثم الفوسفور، بوتاسيوم، بيكون في عنا قمة الورقة بصير في عنا لون بني زي احتراق. المغنيسيوم بيكون في المناطق بين الأوراق بين العروق بصير فيها إصفرار. المولبدنم أيضا في عنا زنك، النحاس، المنغنيز، الكبريت. الحديد يعني اصفرار عام، بيكون الحديد بيكون عروق الأوراق وأيضا المسافة بين العروق بشكل عام. الكالسيوم والبورون بيكون أعراض نقصهم تظهر على قمة الغصن على الأوراق الحديثة، النموات الحديثة. كميات الأسمدة يعني موعد إضافتها، يعني هاي الكميات الموصى بها من خلال خبراء التسميد. يعني في المناطق البعلية تحتاج أشجار زيتون اللي بيكون أمطارها يعني أكثر من 400 ملليمتر. أكثر من 400 ملي بيكون في عنا المرتبطة، هي إذا كان الأشجار عمرها يعني أكثر من 5 سنوات، من 5 إلى 6، بيكون عنا السماد العضوي المخمر 25 كيلوغرام في السنة للشجرة، سوبر فوسفات ثلاثي بحدود يعني 500 جرام، سلفات البوتاسيوم 500 جرام للشجرة، اليوريا نيتروجين بحدود 600 إلى 750 جرام للشجرة، وهي الكميات بتزيد مع العمر بالتأكيد. أما فيما يتعلق بالأشجار المنتجة في فلسطين زيتون المروية، فينصح بإضافة الكميات التالية من الأسمدة لكل شجرة: الزبل البلدي مختمر بيكون 50 كيلوغرام للشجرة، سوبر فوسفات ثلاثي 2 كيلوغرام، سلفات بوتاسيوم 2 كيلوغرام، اليوريا 3 كيلوغرام للشجرة. مواعيد الإضافة في المناطق البعلية بتكون الأسمدة العضوية والفسفورية والبوتاسية وسماد اليوريا يكون بعد انتهاء موسم القطاف مع الحراثة الخريفية من قبل سقوط الأمطار. دفعة النيتروجينية الثانية بتكون يتم إضافتها نثرا في النصف الثاني من شهر شباط.
بحب أحكي هون طريقة الإضافة. يعني في معظم الأحيان أفضل إنه يتم يعني زي ما حكينا جذور الزيتون هي سطحية، بتكون تمتد يعني لمستوى ظل الشجرة، أطراف الأغصان يعني محيط الشجرة هي ظل الشجرة كامل، فبكون في عنا عمل حوض واسع أسفل الشجرة بيمتد لغاية يعني امتداد الأوراق، وبتم عمل خندق بعمق 10 بعرض 10 سنتيمتر، خندق دائري في منتصف الحوض بشكل نبعد عن الساق حوالي يعني ما يقل عن متر، منطقة وجود الجذور عند أطراف ظل الشجرة، بتم إضافة السماد العضوي وأيضا الأسمدة الكيماوية في هذا الخندق، ثم تطمر هذا التراب حتى أنه نضمن أنه تصل للجذور ونخفف من عملية فقدانها من خلال العوامل الجوية. يعني مثلا النيتروجين إذا كان ما تم يعني تغطية التربة بيتم فقدانه، أيضا السماد العضوي بنخسر كمية كبيرة منه، فيفضل هذه الطريقة. لكن إذا كان في عندي مساحات كبيرة من الصعب إنه يكون في عندي عمل خنادق لكل شيء، بيتم عمل عملية نثر إضافة هذه الأسمدة من خلال نشرها على سطح التربة، وثم عمل حراثة سطحية. حراثة سطحية يعني بحدود يعني 10 ل 20 سنتيمتر عمقها، هدف قلب السماد العضوي والأسمدة الكيماوية مع التربة. بتم نشر هاي الأسمدة ما بين الأشجار وتحت الأشجار أيضا، فلازم يكون في عندنا تغطية للأسمدة خاصة في مناطق البعلية حتى أنه تكون في استفادة كبيرة منها. مناطق المروية يعني بيكون في عندنا برنامج مخصصة، وممكن أن تضاف الأسمدة العضوية والفسفورية والبوتاسية مع نصف كمية نيتروجين بعد انتهاء موسم القطاف مباشرة وتقطف جيدا بالتربة. أما النصف الثاني السماد النيتروجين فيضاف على دفعتين، الأولى خلال شهر شباط والثانية بعد العقل مع مراعاة سقاية الحقل مباشرة بعد عملية التسميد. يوصل لعدم الإفراط باستخدام السماد النيتروجيني وعدم استخدام الأسمدة البلدية إلا بعد أن يتم تخميرها جيدا، تخمرها جيدا. تسميد الورق إلى أشجار الزيتون هو مهم ويعتبر مكمل للسماد للتسميد عن طريق التربة، وخاصة في العناصر المركبة والعناصر النادرة. يعني بحاجة هون إنه إضافة خلال يعني بتم حتى نحصل على إزهار وعقد جيد، من الضروري عمل رش بالسماد المركب والعناصر النادرة قبل الإزهار. يعني الرش الأولى بتكون عند ظهور النموات الجديدة وقبل مرحلة الإزهار بتم رش الأشجار، وأيضا الرش الثاني بيكون بعد أسبوع لأسبوعين من مرحلة عقد الثمار، والثالثة بتكون رش الأشجار بعد الرش الثانية بحوالي 3 أسابيع من يعني هون إحنا الهدف من هاي العملية هو إنه إيصال العناصر النادرة والصغرى خاصة البورون والمنغنيز، هاي العناصر من النبات لأنها ضرورية للإزهار وضرورية للنمو للعقد ونمو الثمار حتى يكون في عندنا إنتاج يعني عالي. وفي أنواع مختلفة من الأسمدة اللي بتم إضافتها اللي بنسميها الفوليار أبليكيشن أو الأسمدة الورقية. يعني معذرة الوقت يمكن ما يكفي نحكي عن هلأ موضوع تقليم الأشجار. تقليم أشجار الزيتون من العمليات المهمة في بستان الزيتون، لأنه يعني منها بتحد من ظاهر تبادل الحمل في الزيتون، يعني ممكن خفف من تبادل الحمل من خلال إجراء التقليم السنوي للأشجار. يهدف التقليم يعني بشكل عام هو إلى بناء هيكل قوي من الأفرع الرئيسية والثانوية للشجرة، خلق توازن ما بين النمو الخضري والثمري، وإزالة الأفرع المكسورة والمصابة بالأمراض، وإزالة أفرع غير مرغوب فيها زي السكرز نموات سرطانات والطرود المائية اللي بتكون في منتصف الشجرة. الموعد المناسب للتقليم هو في فترة السكون في الشتاء خلال ما بين شهر تشرين أول لغاية شهر شباط، وينصح بالتأخير في مناطق اللي بيكون فيها صقيع يعني بتكرر فيها الصقيع مشان ما يصير في عندنا نموات جديدة والصقيع يعني يؤدي إلى يعني حرق أو يضر فيها.
وأيضا مشان الالتئام السريع لجروح التقليم اللي بتتم. فيفضل خلال فترة السكون شيء أول لشهر شباط. أنواع التقليم، نحكي عن تقليم التربية يعني خلال عملية بعد الزراعة، يفضل أنه نترك الشجرة زي ما هي ما نقلمها حتى السنة الثالثة، من السنة الأولى الثانية الثالثة ما يتم تقليم الشجرة نهائيا حتى أنها تنمو بشكل طبيعي ويتكون مجموع جذري وخضري قويا. يتم توجيه الشجرة بحيث تكون تشكيلها أو شكلها الطبيعي اللي هو شبه الكروي. السنة الرابعة بتم تربية من 4 إلى 5 أفرع هيكلية على الساق الرئيسي، بتم تقصير الشكل لغاية 90 إلى 100 سنتي، والمحافظة على 4 إلى 5 أفرع هيكلية هي راح تكون هيكل الشجرة، وتشعب هذه الأفرع الهيكلية راح يطلع عليها نموات أفرع أصغر منها، حيث يكون في عندي أنا شكل هرمي أو شكل كأسي كروي في طور الإنتاج للتخفيف من تأثير الحرارة وضربة الشمس. يكون في عندي أنا ما بنكون قلب الشجرة أو الشجرة مفتوح حيث إنه تتعرض ل يعني لضربات الشمس، يعني الشمس ضرورية الضوء يدخل للشجرة، لكن حيث إنه ما يكون في عندي أفرع يعني لما نحكي إنها خالية من الأغصان داخل الشجرة. يعني تقليم التربية خلال سنوات 4-5 سنوات الأولى من عمر الشجرة بتم. تقليم الإثمار بعد ما تبدأ الشجرة يعني بالإثمار بعد السنة الخامسة والسادسة بتبشر جرس الزيتون، بصير في عندنا إنتاج يعني تجاري أو جيد نحكي عن عمر 10 سنوات، يكون في عندنا إنتاج، بيكون في عندي تقليم الإثمار. يعني تقليم الإثمار هو يعني الهدف إنه إنتاج طرود خضرية تحمل الثمار في العام المقبل، لأنه ثمار الزيتون اللي حكينا تحمل على نموات السنة السابقة اللي عمرها بيكون سنة، فإحنا بدنا نحافظ على هاي النموات ونشجع وجودها، عشان هيك لازم يكون التقليم يعني خفيف، ما يكون فيه تقليم جائر للتقليم الإثماري. وعادة بتم عملية خف للأغصان، ما بتم التقصير لإلها. أعظم تقليم طريقة التقليم بتكون بالخف، يعني إحنا نشيل الأفرع المكتظة من قاعدته الفرع بتم إنشاءه، ما بنقصره إلا في حال إنه بعض الأحيان بنلجأ للتقصير عشان نغير يعني اتجاه نمو الفرع، التحكم في طبيعة. ايضا مثلا اذا كان ما تخلي شجره يصير في يقولها زاد عن اللزوم مشان عمليه القطف، نقصرها نحافظ على الطول المناسب لها. يقتصر تقليم الاثمار على ازاله الاغصان المتشابكه والمريضه بحيث يضمن توزيع الاضاءه بشكل منجانس في كافه اجزاء الشجره وازاله السرطانات والافرع المائيه اللي هي الافرع التي تمتص الغذاء والماء، إزالة الأغصان الجافة والنموات الغير مرغوب فيها والسرطانات اللي تنمو عند أسفل جذع الشجرة. وعند إجراء التقليم الإثماري يجب مراعاة أنه ما يكون بشكل جائر. إذا كان في عندنا سنة فيها حمل غزير بيكون تقليم خفيف بعكس يعني الحمل، وإذا كان عندي حمل خفيف بيكون في عندنا تقليم نوعا ما جائر أكثر حتى إنه يعني نشجع على إنه يصير في عندنا نموات جديدة. كمية الأوراق الموجودة على المتبقية على الشجرة بعد تقليم بالمقارنة مع كمية الخشب للحفاظ على التوازن ما بين المجموع الخضري والجذري، معدلات الأمطار ونوعية التربة وعمر الأشجار كله يعني بتاخذ بعين الاعتبار. إذا كانت الأمطار موسم جيد بيكون التقليم خفيف، أما إذا كانت الأمطار قليلة بيكون التقليم أكثر شدة. هذا الحكي ما بينطبق على التقليم الجائر بأشجار الهرمة اللي نحكي عنه هلا. تقليم الجائر بيكون يعني هدف منه إعادة الحيوية أو عفوا تقليم التجديد، نحكي على التقليم التجديد للأشجار اللي هو الهدف منه إعادة الحيوية والإنتاجية لأشجار الزيتون الهرمة، ويمكن تجديد هذه الأشجار بحسب شدة تقليمها. في أكثر من طريقة، منها أنه بيتم قطع الأفرع الرئيسية على بعد 0.5 متر لـ1 متر من مكان تفرعها، يعني الأفرع الرئيسية بيتم قصها بشكل تدريجي
بحيث أنه نشجع نمو خلال سنتين نمو أفرع جديدة وتربيتها، أو أنه بتم قطع الأشجار على مستوى سطح التربة مع بقاء المجموع الجذري للشجرة الأم، وتربى يربى عليها من 1 إلى 3 أفرع رئيسية بعد القص. يعني هون الصور بنشاهد أنه في عنا القص على الأفرع الهيكلية، تقصيرها بحيث ينمو عندنا نموات جديدة تحت القطع مباشرة. هي عملية تجديد أشجار يعني هرمية بتكون بهدف أنه يعطاها نموات جديدة وتجديدها. ممكن نقص على ارتفاع متر وبصير في عنا عديد من النموات، بتم يعني بعد ذلك اختيار 4 إلى 5 أفرع رئيسية وتربيتها من جديد. عملية التقليم التجديدي أيضا، هناك بعض الأخطاء الشائعة بالتقليم يجب تجنبها، هو التقليم لأنه يؤخر الإثمار ويزيد من ظاهرة المعاومة إذا كان التقليم جائر. طبعا تكوين شكل أو هيكل الشجرة بصورة مبكرة والذي ينتج عنه ساق رفيعة وأفرع رئيسية عارية، وهذا ينجح وهذا ينجم عن قص الأغصان الصغيرة باكرا. وأيضا في الخطأ الشائع هو تربية عدد زائد من الأفرع الرئيسية حتى تبقى صغيرة بعيدة عن النور وقليلة التعرض للتهوية، وأيضا السماح للأشجار بالنمو بشكل صاعد للأعلى وتشكيل السيادة القمية. حاول أنه ما نخلي الشجرة تنمو بشكل نمو عمودي أو صاعد بشكل كبير. وأيضا استعمال أشكال هندسية واصطناعية يتطلب تقليم جائر ويزداد معه ضرر ضربة الشمس. السماح لكافة الأفرع الرئيسية بالنمو من نفس المكان مما يساعد على ضعف الأفرع. والأخطاء الأخرى هي إزالة كافة الأغصان المتدلية لأنها هي التي تحمل الثمار، يعني معظم الثمار بتكون عن أفرع الأغصان المتدلية، يجب إبقائها والمحافظة عليها وترك فجوات كبيرة في الشجرة. يعني هي أيضا خطأ شائع ترك فجوات وترك نتوءات خشبية عند منطقة القطع. يعني هنا في عنا الصورة بتشير إلى أنه معظم وسط الشجرة في فارغ، هي بتكون معرضة لضربات الشمس، لازم يكون في عنا نموات معقولة في وسط الشجرة. هي من أخطاء التقليم اللي بتتم. وأيضا أخطاء وترك يعني أفرع عديدة على أغصان عديدة على الشجرة أيضا. إذا الوقت يسمح لي بس بدي أحكي بشكل يعني سريع عن أنظمة الزراعة لأشجار الزيتون. نحكي عن نظام الزراعة التقليدي ونظام الزراعة العضوي، الزراعة العضوية ونظام الزراعة المكثفة. يعني هاي أنظمة مختلفة بتم اتباعها في بستان الزيتون. الزراعة التقليدية هي الدرجة عندنا يعني اللي بيكون فيها استخدام عادي لطرق التربية للأصناف المحلية أو استخدام الأسمدة العضوية والكيماوية، وأيضا المكافحة باستخدام قد يكون المبيدات أو المكافحة الحيوية أو استخدام المصائد. يعني الزراعة التقليدية الدارجة في المناطق البعلية خاصة ومناطق المروية حتى. وفي نظام الزراعة العضوي، الزراعة العضوية هي يعني طريقة ونظام زراعة بتم فيه، يعني هو نظام متكامل للزراعة بتم فيه عدم استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات الكيماوية الحشرية والفطرية وغيرها، والاستبدالها بطرق المكافحة المتكاملة باستخدام المصائد أو عدة طرق للمكافحة، أعداء الحيوية وطرق مختلفة. والتسميد بيكون بالسماد العضوي المختمر المرخص زائد ممكن استخدام أسمدة كيماوية طبيعية، خامات الأسمدة زي مثلا خام الفوسفات بشكل طبيعي، أو بيكون في عنا أسمدة جاهزة بتم يعني شرائها بتكون هي من مصادر عضوية، يعني مش مصنعة بشكلها الطبيعي. فالزراعة العضوية هي نظام متكامل من جميع النواحي، لازم يكون في عنا هنا رخصة ترخيص. يعني نحكي عن الزيتون في الأردن المنطقة البعلية بيحكي لك كله هو زراعة عضوية، مظبوط، هو يعني قليل استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات، لكنه غير مرخص. حتى يكون نظام عضوي لازم يكون معه سيرتيفيكت رخصة. مزارع عضوية في الأردن اللي معها رخص، في عنا بحدود 10 أو أكثر شوية من هاي المزارع مرخصة وحاصلة على رخصة،
لأن المنتج هنا الهدف هو للتصدير بشكل عام أكثر شيء، يعني للتصدير، لأنه بيكون أسعار الزيت العضوي أو الزيتون العضوي بيزيد عن السعر التقليدي حدود 20% السعر، أو قد يكون أكثر من ذلك. هو هي طريقة للبيئة، محافظة على البيئة والتوازن البيئي، وأيضا للتسويق، وتسويق زيت الزيتون كنظام كأورجانيك برودكت يعني، ك وحتى يعني زراعة عضوية في الأردن بدأت في الزيتون، المزارع اللي بدأت في من حوالي يمكن 20 سنة بدأت هي كانت على أشجار الزيتون، وبعدين صار في عندنا انتقلت لمزارع النخيل وبعض الخضار، بس الأساس فيها كان الزيتون وإنتاج زيت الزيتون العضوي، وحاليا بيتم تصديره إلى الخارج، زيت الزيتون العضوي الأردني يعني موجود في المزارع. فهي بحاجة إلى رخصة تمتد، يعني بعد 3 سنوات بيتم منح الرخصة للمزرعة العضوية، وحاليا يعني صار في عندنا مؤسسة المواصلات والمقاييس تمنح هذه الرخصة، يعني هاي خلال السنة الماضية بدأوا منح رخص الزراعة العضوية بهدف إنه يكون في عندنا جهات محلية وبكلفة أقل من نجيب شركات أجنبية من الخارج مثلا مشان هاي منح رخصة الزراعة العضوية. النظام الآخر هو نظام الزراعة المكثفة، يعني صار له هو عدة سنوات في العالم، بدأ في إسبانيا نظام الزراعة المكثفة للزيتون، حكينا عن العضوية الزراعة المكثفة في إسبانيا وفي أمريكا، وبدأ في انتشار ووصل للأردن بعض المزارع، وفي الخليج خاصة في السعودية صار في عندنا مزارع واسعة، مساحات واسعة، استثمار واسع في مجال الزراعة المكثفة. يعني هون في عندنا الزراعة المكثفة هو يعني استثمار بهدف زيادة عدد الأشجار في وحدة المساحة، بهدف زيادة الإنتاج والعائدات بشكل أسرع من خلال استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة. زي ما حكينا بدأت في إسبانيا وفي إيطاليا في التسعينات، وانتشرت إلى اليونان وأمريكا وأيضا إلى السعودية، خاصة في منطقة الجوف في مساحات هائلة من زيتون الزراعة المكثفة. يحتاج إلى تربة مستوية، جهة الصرف والتهوية لتسهيل الحصاد. هنا الحصاد بيكون في عندنا ميكانيكي، استخدام الحصادات اللي بيستخدموها للعنب الأوفر هيد هارفستر بتكون، وأيضا بيكون التقليم بيكون يعني بالطريقة الميكانيكية، استخدام يعني هنا التقليم ميكانيكي وأيضا قطاف ميكانيكي كامل وري دائم، وأصناف بتكون يعني مخصصة لهذه الزراعات، تعتبر هي من النمو المحدود لها، بيكون أو أصناف زي مقزمة أو لها نمو محدود زي أصناف الأربوكانا أو الأربوكوين الأربكينا أو الأربوسانا يعني، وفي بعض الأصناف كمان اليونانية بيستخدموها للزراعة المكثفة. يعني أنواع الزراعة المكثفة إذا كان متوسط الكثافة بيكون الدنم بياخذ 20 ل 50 شجرة، عالية الكثافة الدنم بياخذ من 50 ل 200 شجرة، كثافة عالية جدا بيكون من 200 ل 300 شجرة للدنم. يعني بتم زراعة الأشجار على مسافة من متر و30 بين شجرة والثانية، في مترين بين متر و30 لمترين بين الشجرة والأخرى، وبين خطوط الشجر من 3 إلى 4 متر. في الزراعة عالية الكثافة يكون في عندي حوالي 200 ل 300 شجرة للدنم. طبعا بيكون في عندي هنا الإنتاج يعني بتضاعف مقارنة مع الزراعة التقليدية، اللي بيكون المعدل ما بين يعني 20 ل 30 شجرة للدنم بالكثير في الزراعة التقليدية، مسافات 6 في 7 و7 في 7. فهي الزراعة المكثفة يعني لها إيجابيات من ناحية زيادة الإنتاج، لكن كلفتها عالية لأنها بدها حصاد ميكانيكي وأيضا تقليم ميكانيكي، بيبدأ الإنتاج بالسنة الثانية بعد الزراعة. بيكون في عندنا يعني تقليل كبير في العمالة لأنه كله بيعتمد على قطاف الميكانيكي، الإنتاج بيزيد بما لا يقل عن 1 لـ1.5 طن بالدنم من الثمار. يعني زيادة الأشجار للدنم بيزيد الإنتاج يعني 1 لـ1.5 طن. الأصناف بتكون هي يعني مختلفة، بعضها بيكون عالي الجودة للتصدير، بيتم يعني معظمه
يعني هنا بيتم التقليم الميكانيكي للأشجار، التربية بتكون السنترال ليدر، والتقليم بمكنات خاصة زي المنشار عمودي، يعني بعملية يعني كاملة بتكون بحاجة. هاي الأشجار بيكون لها دعامات ونظام تدعيم بأسلاك أيضا، يعني باستخدام التقليم زي ما حكينا باستخدام المناشير. وأيضا القطافة بتكون هي الأوفر هيد، بتكون تمشي فوق خط الزيتون وتم عملية يعني قطف الثمار من خلال تمشيطها أو سحبها. بتم يعني الدلم الواحد بيحتاج حوالي 10 ل 15 دقيقة حتى أن يتم قطاف. هي عملية سريعة بتكون ميكانيكية بالكامل، وهي مكلفة جدا. يعني وصار في احنا في الأردن لحد الآن بعرف في مزرعتين يعني بيستخدموا طرق الزراعة المكثفة، في واحدة منهم يعني في عندهم القطاف الميكانيكي، والثانية يعني بدأت من سنتين لثلاثة يعني لساتهم، لأنه هذه مكنة القطاف كلفتها عالية يعني فوق 50,000 دينار، ممكن توصل 100,000 دينار يعني في ساعة، فهي مكلفة واستثمار وبحاجة لمياه ري دائم أيضا، فهي للاستثمار في المساحات الكبيرة، يعني لا تصلح للمناطق البعلية لأن أصنافها أيضاً بتحاجة إلى أصناف هي أجنبية معظمها اللي حكينا عنها، الأرباكينا والأربوسانا أكثر شيء شائعين لها الزراعة. إذا معي مجال أحكي كمان يعني شوية عن المشاكل الفسيولوجية لأشجار الزيتون ولا الوقت ما بيسمح؟ دكتور، هو صراحة الوقت بداهمنا يعني إن نسمح لربع ساعة لضاي لنستقبل فيها مداخلات مشاركات زملائنا. أوكي، ممكن نكمل هاي المحاضرة في اليوم القادم، يعني مع المحاضرة القادمة نحكي عنها، هي مبدأ يمكن شوي أقل من دقائق يعني إن شاء الله نكتفي معناته هلا هي. تمام.